يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. زملائي الأعزاء، رمضان كريم على الجميع، وإن شاء الله هذا أول لقاء وياكم عبر السكايب أو عبر الزوم، وإن شاء الله حقيقة راح نقدم اليوم في محاضرة هي بالحقيقة نموذج، وهذا نموذج ممكن يعتمد في أي قسم أو أي تخصص. ندعو من الله عز وجل التوفيق، وإن شاء الله يعني حقيقة تقدمون بمداخلاتكم وكل ما راح بتنورون به. المحاضرة الحقيقة أو الورشة اليوم هي عن نموذج تحليلي. هذا النموذج التحليلي للرسائل والأطاريح في علم الاجتماع. الحقيقة أنا رجعت أتذكر دخلت بالقسم في عام 2005، دكتور محمد التنواعي في تلك الفترة وهو يدرس الآن، كان همي الأساسي هو أنه إحنا نسوي تحليل لكل ما أنتجناه، لأن بالحقيقة منذ عشرات السنوات إحنا من 1972 في قسم علم الاجتماع وعلى يد الدكتور الله يرحمه على الوردي والرعيل الاول من علم الاجتماع اسسنا دراسات العليا بعدما اسس البكالوريوس حسب ما اتذكر بسنه 51 او 52، هناك من يقول عام 49 مع تاسيس الكليه. في الحقيقه في عام 1972 بدانا بانتاج رسائل وطاريح وفتحت دراسات العليا في عام 72، ونحن الان في عام 2020. عمليا عندنا تقريبا 68 سنه، العفو 58 سنه. هل 58 سنه او 48 سنه بالضبط؟ 48 سنه الحقيقه انتجنا بها 608 رساله واطروحه. هذا الانتاج اللي على مدى فتره طويله جدا للرسائل والاطروحه في قسم علم الاجتماع، الحقيقه ما سوينا لنا وقفه. هذه الوقفه اللي ممكن تحتاج الى انه احنا نحلل او على الاقل نقيم ما انتجناه. طرحت هذا المشروع ذا زميلي كان وياي الدكتور محمد، بعض الزملاء الاخرين اللي كانوا وياي في عام 2005 بوحده البحوث الاجتماعيه. طلبنا بالحقيقه انه احنا نقيم او على الاقل نضع مؤشرات لتحليل ما انتجناه، لان الانتاج الكمي وتراكم بدون تحليل بالحقيقه هذا ما راح يقدم الكثير، لان اي 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 انتاج علمي حتى في حياتنا الشخصيه لم نقم مراجعه ولا يمكننا ان نستمر بالشيء الصحيح. المراجعه او التحليل لما انتجناه او ما قمنا به بالحقيقه ممكن يدلينا على اماكن الخطا واماكن الصواب. المشروع بالحقيقه هو في مناهج كثيره تعمل على هذه القضيه، يعني مثلا عندنا منهج وراء التحليل اللي يحلل النتائج، عندنا ايضا معاملات التاثير وغيرها بالحقيقه ممكن نستند عليها واحنا نحلل. لذلك طرحت المشروع في القسم، وبالحقيقه في البدايه كان المشروع لاقى صدى عند بعض الاساتذه الشباب اللي هم اليوم يديرون القسم، والبعض اللي كان في المدرسه القديمه بالحقيقه ربما لاقى بعض شو نقول عليه يعني الرفض، او خلينا نقول بشكل اخف انه هم كانوا موافقين المشروع بالطريقه اللي انا طرحتها. لان دائما في كل قسم وفي كل تخصص هناك مدارس. فبالحقيقه بلشت المشروع انا وبعض زملائي، بعد ذلك كملت المشروع بنفسي. اخذت الرساله او الاطروحه من الجلاد الى الجلاد. وهذا مشروع بالحقيقه كبير جدا، خاصه وانا اتكلم عن 608 رساله واطروحه انتجت في قسم علم الاجتماع حتى 1/1/2019. يعني السنه الماضيه هذه بالحقيقه ما دخلتها بقاعده بيانات، لان تقريبا توقفت الاداره وغيرها وكذا هذه، لكن البيانات اللي امامكم اللي راح اعرضها اليوم هي بيانات ل 1972 2018 وشهر حسب ما اتذكر الشهر الاول والشهر الثاني من 2019. نتاج تقريبا 47 سنه، هذه 47 سنه انتجنا خلالها 608 رساله واطروحه. فلذلك بالحقيقه وضعت مؤشرات. المؤشرات انا تبدا بمشكله البحث عندي، طبعا قبل مشكله البحث ايضا عندي مؤشرات على العنوان، واليوم راح نموذجين فقط من هذا اللي راح تشوفوه امامكم. الاهداف ايضا عندي مؤشر بها، المفاهيم ايضا عندي مؤشرات بها، ايضا عندي منهجيه البحث وجمع البيانات مؤشرات بها، النتائج الاحصائيه بالحقيقه ايضا عندي بيانات ومؤشرات بها، الى ان نروح حتى صفحه المصادر. بالحقيقه الموضوع يتناول الاطروحه او الرساله من الجلاد الى الجلاد. راح ابدا اول مؤشر من المؤشرات بالحقيقه هو نموذج تحليل صفحه العنوان. يعني ربما واحد هسه يسال يقول لك يعني صفحه العنوان ماذا بها؟ هي 10 كلمات ربما 8 كلمات،
وقد تكون هي عبارة عن كلمتين. يعني أنا شاهدت في قسم علم الاجتماع لدينا رسالة بكلمتين، وأتذكر هي رسالة الدكتور محمد حمزة رحمه الله اللي شفع في الدكتوراه اللي هي كانت الأسر والأسير، وعندنا رسالة وطاريح وصلت على كلمات العنوان بها إلى 18 كلمة. لكن بالحقيقة أنا دائما أقول الأشياء بعناوينها، والعنوان لوحده وقفه. هذا العنوان لوحده عندما بدأت بتحليل كتبت بحث ب 35 صفحة، سميت النتاج البحثي في قسم علم الاجتماع الأم خلال 40 سنة. ماذا حللت بنموذج تحليل صفحة العنوان؟ بالحقيقة أول ما شفت، وهذه قاعدة بيانات اللي تشوفون مثل ما تشوفون الجدول الأول أمامكم، أول ما بدأت بالحقيقة بصفحة بالنوع الرسالة أو الأطروحة. لقيت إن إحنا في قسم علم الاجتماع أنتجنا 390 رسالة ماجستير و218 أطروحة دكتوراه، مجموع 608 رسالة وأطروحة. النسبة كانت حقيقة 64% للماجستير و35% للدكتوراه. واضح تقريبا معظم الأقسام هي بنفس الطريقة، إنه دائما بالماجستير والتطور نسبة الدكتوراه. لذلك بالحقيقة النموذج اللي أمامكم تشوفون إنه هناك نسبة ماجستير أكثر من الدكتوراه. القضية الثانية في صفحة العنوان الحقيقة هي الدراسة الميدانية. إحنا عندنا في كلية الآداب، خاصة في كلية الآداب، يعني أقسام قسم علم الاجتماع، قسم علم النفس، قسم الجغرافيا، وحتى أقسام أخرى ربما لها أيضا دراسات تحليلية ودراسات ميدانية. لذلك الحقيقة كمؤشر للعنوان آخر شفت ماذا لدينا، هل تحليلي أم ميداني. بالحقيقة معظم الآداب يميلون إلى أن تكون رسائلهم أو أطاريحهم ميدانية، لأن الميدانية راح يكون حل مشكلة واقعية، وربما يعني يكون الميدان يعني رغم صعوباته لكن هناك سهولة في توزيع البيانات وفي غيرها. دراسات تحليلية بالحقيقة هي دراسات صعبة وممكن واحد يلوث بها. لذلك شوفوا بالماجستير لدينا 94% 95% هي دراسات ميدانية و 5% فقط اللي 20 رسالة دراسات تحليلية. بروح للدكتوراه طالب يصبح أكثر خبرة وأكثر دراية وأكثر معرفة، ممكن يروح للدراسات التحليلية، وعندنا مناهج بالحقيقة كثيرة جدا اللي ممكن تشتغل على الدراسات التحليلية. لذلك شفنا إنه 73% دراسات الدكتوراه هي دراسات ميدانية و 26% هي دراسات تحليلية. لذلك بالحقيقة إنه لما تقدم إلى مرحلة أكثر ممكن نشوف إن الدراسات التحليلية هي أكثر، رغم إنه يكون هناك يعني ربما بعض الباحثين يتكلمون عن إن الدراسات التحليلية هي أسهل. أنا بالحقيقة رأيي إن الدراسات التحليلية هي ليست دراسات سهلة، دراسات صعبة، وخاصة إنه مناهجها وعمليات جمع بيانات تحليلها تأويلها تفسيرها يعني حقيقة فيها كثير من القضايا اللي يحتاج إنه واحد بخبرة كبيرة جدا حتى يستطيع إنه يخرج ويكون بالسيف سايد. الدراسات الميدانية ممكن يتعكز على الميدان يقول هذا هو على الميدان، فبالتالي الباحثين يميلون إلى أن تكون دراساتهم دراسات ميدانية. الحقيقة يعني ردت أشوف إنه إحنا شلون قاعد ننتج، يعني هذا كلش مهم. هذا الجدول، هذا الجدول أخذت كل مسيرة علم الاجتماع من 1974 أول رسالة انتجت اللي هي كانت ما ذكر الأسرة في حي جميلة، كان مشرف عليها الله يرحمه الدكتور على الوردي، وبعدين على الوردي ركها وأشرف عليه الدكتور فوزي العطية. أنتجنا في عام 1974 5 رسائل في 75 6 رسائل. إذا تلاحظون بالحقيقة إنه كنا إلى حسن 88 لم نصل إلى إنه 10 رسائل. طبعاً الدكتوراه عندنا بدأ دراسة الدكتوراه في قسم الاجتماع في عام 1987، وأنتجنا أول أطروحة وأشرف عليها الله يرحمه الدكتور متعب مناف كانت في عام 1990. لذلك من 77 أو من 72 إلى حتى 89 فقط رسائل ماجستير. تلاحظون في عام 1989 كان عندنا 18 رسالة. هذا الرقم 18 تلاحظوه هو أكبر من كل الأرقام. أعزوا إلى انتهاء الحرب وكثير من المقاتلين عادوا، وحقيقة الحكومة في ذات الوقت أعطت لطلبة الدراسات العليا المقاتلين العائدين فرصة للدخول الماجستير والدكتوراه، وبالتالي انه صار العدد بكثره وانفتحت الدراسات. رجع في عام 90 رجع 9، لكن دخلت لدينا 5 رسائل 5 طاريح اصبح لدينا 14. لاحظوا سنه 91 91 بالحقيقه نقطه فارقه، كلهم مكان رساله واحده واطروحه واحده. الكل في عام 90 في حرب
حرب شو نسميه عصر الصحراء، حرب الكويت، هذه الحروب اللي حقيقة كانت فيه مثل هكذا أيام في شهر 9 ما أتذكر، وبالتالي إنه نخفوا عندنا عدد ما أنتج من رسائل وطارية، وبعد ذلك في النشاط استمرينا طبعاً جدول وتكملة، يعني ما كان عندنا فقط في عام 1996 10 رسائل وكان لدينا 7 تراريح، استمرينا 97 إذا رحنا الجدول الثاني. بالحقيقة الجدول الثاني راح تشوفون في شيء آخر وفي شيء غريب، راح تشوفون إنه إحنا بدينا نزداد، تجاوزنا حاجة العشرة من 2001 تقريباً، بدينا 13 طبعاً نتكلم عن الرسائل، لدينا 7-9 في عام 2006 كان لدينا 3، وأيضاً هذه 2006 ذكرنا بأيام الطائف والحرب الطائفية وحصل فيها أكيد النتاج البحري الحقيقي ينخفض. الأطاريح كان في عام 2001 كان لدينا 10 أطاريح، في عام 2010 لدينا 11 أطروحة، عندما ذهبنا بعد 2012 بدينا نشوف الأرقام كلها 16-11-14. الحقيقة أنه وصلنا إلى مرحلة في عام 2018 كان لدينا 19، وفي عام 2019 كان لدينا 10. هذا الجدول بالحقيقة حاولت أنه ألخصه بهذا الشكل، لقيت أنه إحنا أنتجنا طوال فترة حياتنا وزعتها لعشريات 10 سنوات، يعني بديت فترة السبعينات 80s 90s وبعدين سنوات 2000 ومن ثم 2010 إلى 2019، تحبون خمس فترات زمنية. هذه الخمس فترات الزمنية انتجنا في الفترة الزمنية فترة رواد، عندما كان المشرفين يطلع الوردي الطاهر وزير عطية متعب بناس، كل أساتذتنا حقيقة اللي علقنا عليهم كان نسبة أو عدد نسبة الرسائل اللي أنجت كانت 3.29، يعني ما تجاوزت حاجة زي 4% في كل ما أنتج في يعني داخل هذه الفترة. ورحنا فترة الثمانينات لقينا انه المؤشر صار 11%. راح تعرفون انا قاعد انظر الى جهة اليسار للمجموع كلي. عام 99 اصبح لدينا المؤشر في تصاعد لدينا 16. في عام 2009 صار المؤشر عندنا 28%. وعندما وصلنا الى العشرية الاخيرة اللي هي 2010-2019 اصبح لدينا 40%. انتجنا تقريبا يعني 40% عفواً 40% من الرسائل والأطاريح أنتجت في العشرية الأخيرة اللي هي 10 سنوات الماضية، وهذا بالحقيقة هو اللي خلاني أتوجه إلى أنه بمعنى أنه إحنا قاعد نزاد كمياً بشكل كبير جداً بدون دراسة السوق، بدون دراسة جدوى، ربما بدون حقيقة أنه حتى معرفة الاتجاهات البحثية وين وصلنا وين وصلنا. فكان بالحقيقة لابد أن نتوقف ونبحث. يعني أتذكر وما سيريس قسم إذا حضر معانا وحتى السيد العميد الكلية كان يذكر أن دعيت أن أذكر بها ما كنت معاون بالدكتور صلاح أن نوقف الدراسة سنة واحدة ونطلب من كل الأقسام تقومنا بدراسات تحليلية لما أنتج حتى شو نسوي حتى علق النقل على ما أنتجنا ونرى أين توجهنا. فبالحقيقة من خلال العشرية الأخيرة والسنوات الأخيرة 2010-2019 أنتجنا 40% من الرسائل والأطاريح اللي أنتجت في كل في تاريخ قسم المجتمع، هناك عن قسم المجتمع الأم 247 رسالة وأطروحة، لدينا 134 رسالة و113 أطروحة، فكان حقيقة العدد توازي كل السنوات الماضية، ما كويس قدرت تتفوق على هذه السنوات العشرية الماضية، وأتوقع خلال هذه العشرية اللي هي 2020-2019 سيزداد العدد بشكل أكبر. وهذا الحقيقة هو اللي يخاف من عدة ويتوجس من عدة إنه إحنا فايتين ونزيد كمياً بالحقيقة بدون ما نتوقف أو نحلل أو على الأقل نشوف إحنا وراهين إحنا إلا أن نتجه. الحقيقة يعني أنا عندي مؤشرات وأنا دائماً يعرفوني بالقسم يقولوا لي أنت مثل جاهل كمي في قسم المجتمع، وأنا أصلاً أنا كنت فترة وفترات أن درس إحصاء وبعد ذلك أصبحت متخصص في منهج البحث. فبالحقيقة هذه الأرقام أنا أعتقد الرقم هو أصدق شيء، إن دائماً الرقم هو صادق، فهمني أنه أطلع أرقام حتى أشتغل عليها. تتحون أنه إحنا الدراسات التحليلية بالعشرية الأولى كان الصفر، كنا في بداية التأسيس. بالعشرية الثانية أنتجنا واحدة فقط، رسالة واحدة في العشرية الثانية. بالعشرية الثالثة أنتجنا 17، وفي العشرية 32، 28، وبعدين 78. فبالحقيقة الناتج النهائي كله 28. تقريبا في العشرية الثالثة 2010 كانت أعلى دراسات تحليلية في ذلك الوقت،
وبعد ذلك في عشرية الرابعة كان عندنا الخامسة كان عندنا 28 انخفض قليلاً. طبعاً الميدان يعتقد واضحة أمامكم هي أيضاً في تصاعد مستمر. أنا دي شوية أسرع حتى لا لأن الأرقام يعني رغم جماليتها ورغم أن الناس أنه تحب تسمع الأرقام لكن كثرة الأرقام دائماً وخاصة في المحاضرات تثير المل. لذلك بالحقيقة أسرع لكن أتوقف عند القضايا اللي حقيقة أشعر أنه هي فعلاً بحاجة وقفة. وربما هو هذا قلت لازم أقول يعني من بداية شغلي أقول هذا نموذج وهذا النموذج ممكن يطبق أي قسم من أقسام كليتنا أو حتى أي قسم أو أي تخصص. بالحقيقة هو نموذج رياضي منهجي. هذا النموذج ممكن يطبق في أي تخصص ممكن أنه على الأقل نمسك المكان لنحل المعدة. طبعا أنا مهتم بقضايا الجندر والمرأة. بالحقيقة كان يهمني مش قد نساء وقد رجال كان يدخلون يانا بالدراسات العليا. تلاحظون أنه بالحقيقة على مستوى الماجستير كان نسبة الأناث 40% وعلى مستوى الدكتوراه 30%. بمعنى أنه هن في الماجستير أكثر. بالحقيقة هذه فارقة. لماذا فارقة؟ لأن معروف تاريخياً في قسم علم الاجتماع دائما في مرحلة البكالوريوس إنه عدد الأناث هو أكثر من عدد الذكور. بالحقيقة من تروح تكمل البكالوريوس كثير من البنات يوقف عن اعتقاد الحد لكن الشباب يستمرون. لذلك بالحقيقة نرى الغلبة في مستوى البكالوريوس هي للأناث. قد تشكل في بعض الأحيان بعض السنوات ثلثين أو أكثر عدد البنات في القسم. وفي بعض التخصصات خاصة الخدمة الاجتماعية تظل لدينا إنه أكثر من 30 ربما 90% 80% مرات تدخل الى بعض السنوات الى شعبه من الشعب او مرحله مثل جابها غير 2 او 3 ذكور والبقيه كله اناث. لكن من نجي الى الماجستير الذكور يستمرون الاناث يتوقف. لذلك حقيقه انه 40% هم اناث بالماجستير و 30% في الدكتوراه. الذكور طبعا 60 69 او 60 تقريبا 70. لذلك بالحقيقه اكو وهذا توزيع الجندر مهم ونحتاج ان نتوقف عنده. وهذا بالحقيقه المنظمات النسويه وحتى احنا في علم الاجتماع في التخصصات التي نهتم بقضايا الجندر وهذه واحد من مسارات الجندر. القضيه الاخرى بالحقيقه ايضا اخذت الجندر وشفت احنا في سنوات هذه جد كان النساء موجودة كل سنة من السنوات. إذا تلاحظون بالعشرية الأولى كان فقط 10%. بالعشرية الثانية صعد إلى 35%. طبعاً بعدين عندنا بالعشرية الثالثة صعد نزل 27%. بالعشرية الرابعة 37%. وبالعشرية الأخيرة 41%. جلد قوي. بالحقيقة كلش واضح إنه مع مرور الوقت حجم أكو ازدياد في نسب النساء اللي دخلن الدراسة العليا. إذا أتوقع بالعشرية الأخيرة العشرية 2020-2029 إذا الله خلانا حيا إن شاء الله وكورونا يعني خلصنا من كورونا ومن الحروب. فبالحقيقة أتوقع في العشرية الأخيرة راح يكون عدد الأناث ما مساوي أو يزيد عن عدد الذكور. وهذا كلش واضح يدرسون دراسات عليا يشوفوها الآن أن هناك توجه أنثوي أو دراسات أنثوية كثيرة جداً. يعني هو بس وجودهم حتى الدراسات الأنثوية أيضاً أو دراسات الجندرية بدأت تزداد لنا في تخصصاتنا. الحقيقة أكو يعني مؤشر أيضاً أنا بقيت بالجندر. إحنا عندنا ثلاث تخصصات الأساتذة زملائي في قسم المجتمع يعرفون إنه إحنا من أول ما تخصص قسم المجتمع كان اسمه المجتمع وبعد ذلك دخلت عندنا الأنثروبولوجيا والخدمة حقيقة. جتنا متأخرة من جوان أساس الحقيقة في الستينات وبداية الثمانينات كانوا خارج العراق ورجعوا ودرسوا. فبالتالي أنه أصبح لدينا ثلاثة أفرع. هذه ثلاثة أفرع فيها ماجستير ودكتوراه على مدى كانت تفتح لكن علم الاجتماع دائما هو اللي موجود بشكل دائم. الخدمة والأنثرو دائما كان هذا. يعني قبل 5 سنين كان ما عندنا أنثرو ماجستير ودكتوراه الحمد لله حسب كثرة الأساتذة. حقيقة كان تقاعد بعض الأساتذة توفوا لذلك بعض التخصصات تتوقف ثم تعود إلى الحياة. لكن تلاحظون بالاجتماع 34% مؤنث. بالخدمة وأنا قبل شوي كنت أتكلم عن الخدمة الثالثة 57% أناث. تلاحظون بالخدمة دائما وهذا كلش واضح وأنا قلت قبل شوية إنه بالخدمة دائما الأناث أكثر من الذكور وهذا واضح حتى الطلاب يعرفوها. الأنثروبولوجيا أقدر أقول إن هي غابة الذكور. 78% هم ذكور و21% أناث. وحتى من تروح للشعب والمرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة من تجون
الشعب ومال الانثرو راح تلقون الانثروبولوجي تلقون انه عددهم ذكورهم اكثر من الاناث. الاناث دائما يميل للخدمه والاجتماع، الذكور يميلون للاجتماع والانثروبولوجي. فلذلك بالحقيقه انه الانثروبولوجي دائما عدد الذكور اكثر يكون اكثر يعني. واحب اسميها غابه الذكور مثل قسم البيولوجي بالكليه علوم يسموه غابه الاناث، فانا اقدر اسميها هنا قريه الذكور اللي هي الانثروبولوجي. الحقيقة إنه جد أنتجنا بالماجستير والدكتوراه على مستوى كل تخصص، إحنا أنتجنا 330 رسالة وطروحة في قسم علم الاجتماع، في تخصص علم الاجتماع، 139-138 للأنثرو الخدمة. واضح الغلبة إنه إحنا أنتجنا علم الاجتماع أكثر، وهذا بالحقيقة قلت قبل شوية هو تخصص اللي بقى مفتوح من سنة 1972 إلى اليوم هو الاجتماع. الأنثرو والخدمة مو دائما كانوا موجودين، لذلك بالحقيقة غلبة التخصص العام، التخصص اللي انفتح بالقسم اللي لا زال يسمى عراقي المعالمين اللي هو قسم علم الاجتماع. بعد 330 اللي هي نسبة 54 أكثر من نصف هن رسائل وأطاريح الاجتماع الأنثروبولوجيا والخدمة تقريبا مساويين 139-138. الحقيقة اكو مبحث الان دخلت، احنا مرات ندخل مناطق هو هذا اللي خلت بعض الاساتذه ويتحفظون يقولون انت خالد دخلت تدخل بمناطق يعني شلون نقول احنا بالجنوب يقولون تبحوش. فبالحقيقه انا كل شيء يهمني انه اروح بما انه انا بدي احلل صفحه العنوان، صفحه العنوان ايش بيها؟ بها الرساله وتروحها بها السنه وتكون المؤشرات طلعت امامكم، لا زلت صفحه العنوان. بها ايضا العنوان مثل ما قلت وبها ايضا اسم المشرف وبها التخصص طبعا مكتوب مثل دراسه الانثروبولوجيه الدراسه الاجتماعيه. فانا هنا الاربع مفردات او خمس مفردات اشتغلت عليهن وسويتها جداول. الحقيقه انا زملائي كلهم اللي اشرفوا عن قائمه باسمائهم واعرف كل واحد شنو تخصصه، وانا كنت فتره رئيس قسم ومرتب قسم وبعدين معاون عميد تقريبا البيانات هو ايدي، فاعرف كل واحد شو تخصصه وش اللي مسجل حتى عنوان رسالته وتروح له اعرفه. فبالتالي انه تقريبا كل زملائي انا اعرف شنو تخصصاتهم العامه والدقيقه. فانا مرت تروح للدقيقه يقول على الاقل بالتخصص العام اللي هو اجتماع انثروبولوجيا خدمه. اذا تلاحظون وكل شيء واضح امامكم انه احنا نتكلم رحناها اللي على هذه الجهه على هذه الجهه اليمين عند تخصص المشرف. بالأعلى تخصص الرسالة الأطروحة. طبعاً لقيت في علم الاجتماع 68.9 من الأساتذة المتخصصين في علم الاجتماع أشرفوا على رسائل وطريح الاجتماع. 12% كانوا أساتذة كانوا أنثروبولوجي و 19% كانوا تخصص خدمة. أكو صار تداخل. طبعاً هسه القسم واللجنة العلمية لها مبرراتها. مباراتهم بس بالاخير احنا ما حافظنا على التخصص، وهذه لازم نعترف بها قبل لا نروح وين، قبل لا نبدي نبرر انه احنا صار تجاوز بمقدار 32% واضحه جدا امامكم 31.1%. هذا صارت تخصصات اخرى جاءوا واشرفوا على رسائل واطاريح علم الاجتماع. الحقيقه من نروح الى تخصص الانثروبولوجي، بالنسبه لاسات الانثروبولوجي اشرفوا 19% منهم اشرفوا على ماذا؟ على رسائل وطارح في علم الاجتماع، لكن العفو 18.3، لكن 79.8 أشرفوا على أنثروبولوجيا. وهنا الحقيقة يجب علي أن أتوقف وأقول أنه أكثر تخصص، وزملائي بالأنثروبولوجيا الحاضرين الآن يسمعوني، أكثر تخصص حافظ على أنه المشرف مطابق لتخصص الرسالة أو الأطروحة. وهنا أتكلم عن التخصص العام لا أتكلم عن التخصص، إذا ظهر دقيق لا راح نلقى المشاكل أكبر. فبالحقيقة الذين حافظوا على التخصص العام هم جماعة الأنثروبولوجي. كان التخصص المطابق للرسالة بالإشراف بالرسالة هو 79.8 ولدينا 1.9 أساتذة خدمة. وبالحقيقة الخدمة هم أبعد الناس ربما على الأنثروبولوجي، بس مرات تصير إنه بعض اثنين حقيقة اثنين أساتذة من الخدمة أشرف على الأنثروبولوجي، وهذه بالحقيقة ربما لهم ربطها في ذلك الوقت ما أعرف ما محددها أي سنة. من نروح للخدمة الاجتماعية راح نشوف طبعا الخدمة الاجتماعية هنا التطابق، راح نشوف إنه 67.5 من الرسائل ولا طاريح بالخدمة الاجتماعية أشرفوا عليها أساتذة الخدمة، بمعنى ثلثين، ثلث راح ما بين 26.2 أشرفوا أهل الاجتماع أشرفوا على الخدمة
و6.3 أهل الأنثروبولوجيا أشرفوا على الخدمة. إذن ثلثين تقريباً قارب للاجتماع إذا تلاحظوا الاجتماع بالأصفر، الخدمة هنا بالحقيقة نسيئة المخلية بالأصفر، تقريباً متقارب الاجتماع والخدمة في مسألة تطابق التخصص الرسالة مع تخصص الأستاذ. ومرة ثانية عندك تحية لجماعة الأنثروبولوجي. دائماً يقولون تحكي على الأنثروبولوجي زملائي، خل شوية اليوم إحنا نمدحهم وهم يستحقون المدح. جميع حقيقة يستحق المدح. طبعاً أنا مرة ثانية أقول إنه إحنا في أي قضية عندما نناقشها سنجد إنه القسم ربما أجبر في بعض الأحيان، ربما القسم كان إلى ماذا كان له خصوصية في ذلك الوقت على وجود أساتذة كثير من الأشياء اللي ممكن تبرر ما حصل. عموماً نرجع مرة ثانية ونشوف ماذا كيف توزعت التخصصات خلال السنوات الأولى. فبالحقيقة بالعشرية الأولى كان 85% من دراساتنا في الاجتماع، أنثروبولوجيا 15% فقط، بالعشرية الثانية 85 14 نفس الشيء، بالعشرية الثالثة دخلت الخدمة، لاحظوا 90 دخلت عندنا الخدمة، يعني كنا بالبداية فقط اجتماع وأنثروبولوجيا، هم أساس الخدمة عادوا في ثمانينيات أو في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، بالتالي وكثير معتهم عادوا من فرنسا ومن أمريكا ومن بريطانيا. حقيقة أذكرهم هم أساتذة اللي درسوني في ذلك الوقت. أنا في تلك الفترة دخلت إلى قسم علم الاجتماع أتذكر في عام 1980. فالأساتذة في سنة 90-99-97% كان علم الاجتماع 13%، أنثروبولوجيا 19 خدمة، وهكذا استمرنا إلى أن وصلنا تقريبا في العشرية الأخيرة تقريبا صار توازن 36% علم اجتماع، 40% أنثروبولوجيا، و 32% خدمة. بدأ القبول أنه متوازن بالحقيقة، بمعنى أنه إحنا استقرت التخصصات، الأعداد والأساتذة متساوي تقريبا متقارب. ويعني حقيقة كان هذا الكلام مو كلش دقيق، لأن دائما الغلبة في التخصص هو لعلم الاجتماع. هسه اليوم إذا حسين الاجتماع نشوف إن هم مثلون الثانية، بس تقريبا بالتخصص كل مستر أبو الدكتورة بدينا نحاول نوازن بعد غير المقولين التخصصات الثلاثة. دائما الأنثروبولوجي هو الأقل. رحنا إلى سلايد جديد. الحقيقة دراسات ميدانية ودراسات تحليلية ما أريد أزعجكم كثير. إحنا دائما الخدمة هم أقل شيء بتعرفوا، يعني خلينا نمر عليها. الدراسات الميدانية 92% في الأنثروبولوجيا، 91% في علم الاجتماع، و 94% في الخدمة. بمعنى أنه علم الاجتماع هو أكثر تخصص تقبل أنه يصير بدراسات تحليلية اللي هي 60 دراسة مثل 18%. الأنثروبولوجيا دراسات تحليلية أقل كانت 11.79، والخدمة كانت هي الأقل، لأن الخدمة صنع به التطبيقية من صعب جداً أنه يسوي دراسة تحليلية. الخدمة لذلك بالحقيقة كانت لدينا 5.1 واللي هي 7 رسائل و7 طريح أنتجت دراسات تحليلية. الحقيقة قضية الأخرى نبدأ اللي ربما هنا بالحقيقة يكشف المستور، المستور بالحقيقة أو المسكوت عنه. إحنا دائما لدينا مشكلة في الإشراف، يعني عندما نتكلم عن مشكلة الإشراف لدينا مشكلة بالإشراف، مشكلة الإشراف بالحقيقة. دائما في قسم من الأقسام تجد أنه بعض الأساتذة خاصة الرواد القدماء وحتى الآن في هذا الوقت موجود لدينا هناك من يكون هو الأكثر إشرافا، هناك من المحرومون. هسه طبعا ربما زملاء الشباب يفهمون بهذا الكلام، لكن بالتأكيد الموضوع له خصوصيته وله كثير من الحديث عنه. الحقيقة انه احنا اكثر استاذ اشرف في كلية في قسم الاجتماع كان دكتور حسان محمد حسن، اذا توفي الله يرحمه واذا لا الحي ان شاء الله الصحة وسلامة. فبالحقيقة هو توفى في عام 2006 و2007، وبعد ما عرفنا أخباره. الرجل هذا كان أكثر أساتذة أشرف على رسائل وطريق، وكان في فترة من فترات يشرف ربما على النصف الطلبة. بالحقيقة هذا خصوصيته. يقرأ كتاب دكتور كريم الأنتج حقيقة قبل وفاته، هو خرج بعد وفاته، راح يكشف هذه الفترة وشون كانت العملية تدار. فبالحقيقة هذا الجدول اللي أمامكم هو جدول يكشف لنا هم كل أستاذ كم أشرف على هذه 608. تلاحظون دكتور فوزية العطية الله يحفظه إن شاء الله بعد حي يرزق، دكتور عبد اللطيف عان حي يرزق موجود، دكتور مازن بشير. طبعا الأسماء الخمسة الأولى كلهم متقاعدون إلى حد ناهد عبد الكريم لا زالت متصلة في القسم. يجي دكتور نبيل
25 دكتور عبد المنعم حسين لا زال حي يرزق وهو متقاعد، دكتور فهيم خالد عماد 23، دكتور خالد فرج الله يرحمه، سلام العبادي زميله اخونا موجود معانا، دكتور علاء البياتي. في الحقيقه طلعت كل واحد ايش قد اشرف خلال هذه الفتره. طبعا هذا كل واحد اشرف في بعض رئيس قسم نفسه يحتاج هذا الجدول، يحتاج يشوف فعلا انه شلون دي يتوزع الاشراف. وبالمناسبه عندي وقفه في هذا المكان، طبعا قبل لا اغادر المكان اكو كان جدول بالحقيقه ما خليته هنا. الجدول كان يتكلم عن تخصص الدقيق للرساله او الروحه. الحقيقه هذا الجدول اكثر جدول ارهقني وتعبني، وفعلا هو جدول بحثي اشتغل عليه. السبب انه هو جدول يتكلم عن التخصصات الاكثر تشبعا بالقسم والتخصصات الاكثر الاقل تشبعا. يعني شلون؟ يعني مثلا اذا اخذنا موضوعات الجريمه، علم اجتماع الجريمه او علم الاجرام، راح نلقى اشبعت بحثين في قسم علم الاجتماع. يعني مثل موضوعات علم الاجتماع الديني قبل 2003 كانت نادره جدا، بل كان يحاسب الطالب وكان يخاف عليها، يخاف منها. علم الاجتماع السياسي بالحقيقه كان ايضا من التخصصات اللي كان يخافون قبل 2003. بعد 2003 صارت هجمه شاسعه على التخصص بالحقيقه. يعني علم الاجتماع الفن الذين تخصص كلش قليل كتب فيه، يعني تخصصات اخرى بالحقيقه كثيره هي لا زال. انا بالحقيقه شريد اقول، انه احنا من نحلل العنوان وفق التخصص الدقيق للرسالة أو الأطروحة راح نكتشف شيء مهم بالقوة. إنه إحنا وهذا بمناسبة كلام يعني مو بس الاجتماع، على قسم علم الاجتماع، على كل تخصصات سواء في كلية الآداب أو كلية أخرى، سنكتشف شيء يعني ربما هو مخيف، وهو إنه إحنا فاقدين البوصلة. يعني إنه ما خلين تركيزنا على اتجاه معين. يعني هسه أكو دول، يعني أنا أذكر قبل فترة بحث إيراني قال إحنا كل فترة ركزنا على موضوع نشبعه بحثنا. معنى إنه إحنا نخصص فترة من الفترات للموضوع. يعني هسه موضوع الإرهاب اللي صار عندنا في مستقبلين خلينا نقول 17 لا زال مستمر. هذا الموضوع صح أشبع بحثنا. بالتالي القسم إحنا القسم ما عنده توجيه. كان في فترة أتذكر في فترة التسعينات وقت كان طالب ماجستير ب93 كنت طالب ماجستير، ففي تلك الفترة كان أكو توجه من قبل بعض أساتذة الإشراف إنه يوجهون طلبة باتجاه. بعد ذلك صارت مشاكل الحقيقة في القسم رفعت من توجيه الطالب نحو تخصص معين. وهذه الحقيقة إلى أسباب. القسم في وقته كان يخاف إنه يعني الاستاذ مثلا انه تخصص معين راح يشبع والاخرين دول بس يفرجون عليه، ربما انه واحد ينحاز لتخصصه وبالتالي انه يوجه الطلاب اخر ما ينحاز، او ربما اخر ما له ذيك القوه في داخل القسم. فبالتالي بالحقيقه القسم قرر ان يعيش بشكل مسالم، وقرر في لحظه من اللحظات انه يتركون قضيه توجيه دراسات باتجاه تخصص معين او باتجاه موضوع معين. الحقيقه هذا هسه هو هذا الى حسناته، الى حسناته انه القسم يعيش يعني بيس سلام، لكن السيئه الكبرى انه احنا راح نفقد البوصله يا جماعه. يعني احنا ما نعبره، احنا ايش قاعد ندرس؟ يعني هسه انه حتى الطالب ما حد يوجهه يقول له تعال ادرس في هذا التخصص، الطالب يعرض الموضوع، الاستاذ يشوفه جديد بالدراسه يمشي. بالحقيقه هذا لجنه السيمينار، لجنه العلميه، كل ما دخلت أثر ما صير مشاكل. لذلك بالحقيقة أنا ربما أعطيهم الحق في هذه، لكن بالحقيقة في قضية أخرى هو مثل الأب اللي يوجه أبناء يقول لك أوكي ديمقراطية وخلى عايشين راحتهم وحياتهم طبيعية يعيشوها، بس ما يشوف اللي هو فقد البوصلة أو فقدوا الاتجاه، أولاده فقدوا الاتجاه. فبالحقيقة أنا كلش يعني هذا الموضوع رقمي وخلي جدول امامي، بس بعدين وقفت شفت وحدي ما اقدر له. يعني انا احتاج انه فعلا انه 82 عنوان، العنوان دائما بمتغيرين، قسم علم الاجتماع على الاقل عندنا متغيرين، بمعنى انه متغير انت من التخصص ومتغير اخر انت تخصص. طبعا هذا المتغير تخلي بها ممكن تخلي بعلم الاجتماع المرأة، وممكن تخلي بعلم الاجتماع العام، ممكن تخلي بالجريمه، وممكن تخلي بالمشكلات الاجتماعيه. في الحقيقه حتى مساله انه تصنيف كلاسيفيكيشن او تصنيف هذا المتغير الى اي تخصص ينتمي بشنو بمشاكل وربما هو يكون مشترك بيننا. لذلك بالحقيقه هذا الجدول تركته وحبيت انوه عليه، وهو انه احنا العنوان لوحده نحتاج انه احنا نحلله ونعيد بناء بحيث انه نشوف احنا وين واقفين. لذلك انا ذكر الدكتور نبيل ربما الدكتور فهيم اللي يمثلون خط علم الاجرام في قسم علم الاجتماع. من اجيت انا للقسم وصرت رئيس القسم قلت لهم في دراسات الاجرام شبعنا اجرام حتى اصبحنا مجرمين.
فبالحقيقة إنه الإجرام تقريباً، وحتى المواد كان عندنا 4 مواد علم الإجرام، 2 بالكورس الأول و2 بالكورس الثاني طبعاً على مستوى الماجستير والدكتوراه والتخصصين، سميتهم كلهم مادة واحدة وسميتها جرائم أو جرائم مستحدثة. وبالتالي إنه قررت إنه أحتوي شوي هذه الموجة الكبيرة من دراسة الإجرام، رغم أنه بالمناسبة هذا موضوع كلش مهم وكلش خطير، مسائل الدولة تحتاجه، حتى المنظمات الدولية تحتاجه، لكن مثل ما قلت إنه إحنا في فترة من الفترات أشبعنا جريمة. فبالحقيقة حاولت إنه أتوقف هنا يعني، ووجهنا غير توجه، بس بالأخير إنه هو الموضوع مو سياسة شخص إنه هي سياسة. ومثل ما قلت وأقولها دائما، التدخل الكبير في هذا الموضوع يخلي شنو راح يصير، رغم إنه وجهنا لكن أيضا راح يدخلنا بمحاجر. يعني ربما هسانة تخصصي لنفترض إنه أنا تخصصي منهج بحث، من أوجه لعشر طلاب يكون في منهج البحث راح قاعد تسعى من الزملاء ما راح يشرفون، أو ربما راح ما يكون لهم دور كبير جدا في هذا الموضوع. فبالتالي راح يصير عندنا كثير من الكلام بهالاتجاه. عموما أنا ما بزعجكم كثيرا بالقضية، لكن هي قضية مهمة جدا إنه إحنا عندما نحلل العنوان أهم قضية نحلها العنوان الاتجاه أو المتغير أو التخصص الدقيق للعنوان، حتى إحنا نشوف وين إيش عندنا. يعني معانا زملائنا بعلم نفس وما بقسم التاريخ حتشوف وين، يعني مثلا التاريخ من روح وين ركز، عباسي لو ركزنا على الأموي، لو ركزنا على السنة لو على الحديث، ركزنا على الجمهوري لو على الملكي. فبالحقيقة عندما ندرس التاريخ أيضا، عندما ندرس الإنجليزي مثلا في تخصصات راح نشوف إنه إحنا عندنا تخصصات أشبعت بحثا، وهناك تخصصات دقيقة لا زال الكلام بها أو الكتابة بها لا زالت فاعلة وممكن نقدم كثير. أنا أتوقف بالحقيقة تخصص المشرف، أعتقد هذا مريت عليه. في واحد الموضوع أيضا اللي كانت تهمني إنه عدد كلمات، لاحظوا إنه أقل عدد كلمات كان 2 وأكثر عدد كلمات طبعا قلت 18-20 كلمة حقيقة. وبمناسبة العنوان كل ما كثرت كلماته كل ما دخل بتخصص أكثر، وكل ما قال كلماته ما يكون تخصص أكثر عمومية. عموما واحدة من الموضوعات اللي بارزة بالعنوان مكان الدراسة، وهذا بالحقيقة كلش مهم بالنسبة لي. اكتشفت انه احنا درسنا بغداد ب 252 رسالة وطروحة، بمعنى انه 41% .45، وهذا كلش مهمة ودائما اقولها لطلابي ودائما اقولها زملائي، كلش مهمة انه احنا ركزنا كلش على مدينة بغداد، واحنا درسنا ميدانية المفروض ندرس كل العراق. لقينا العراق ورد في العنوان او العراق عنوان الدراسة 8.39، طبعا اقل بشوي يجي الترتيب الثاني، كان عندنا 4.11 وكان عربي. وهذا بالحقيقة هذه الأيام الثمانينات والتسعينات إذا تذكرون كان عندنا زملاء أو طلاب يجون من مختلف بلدان الوطن العربي، فتطلع هذه العناوين برسائلهم. محافظة رقم 2 بدراسة كانت الأنبار، معنا دكتور محمود شكاني موجود. المحافظة الثانية في الدراسات وخاصة الدراسات الأنثروبولوجية هي محافظة الأنبار، بعد بغداد تجي الأنبار، واصل 2.4، كركوك 1.2، يعني كله 1.1. يعني بالحقيقة وصلنا إلى حد السيمانية وأربيل، طلعت لنا رسالة البصرة واحد. وأنا دائما أقول ليش البصرة واحد؟ الحقيقة إحنا عندنا مشكلة في قسم المجتمع، قسم المجتمع يقف عند الناصرية، ما عندنا قسم المجتمع في البصرة. أمن البصرة واحدة من أقدم الجامعات في العراق، ثالث أقدم جامعة، ثاني أقدم جامعة بالعراق. يعني تصور عندنا دراسات عن فرنسا وكان طلاب فرنسيين أو طلاب عرب جايين من فرنسا، ثلاثة حتى أكثر من البصرة. الفرات الأوسط وردت 3 مرات، ذي قار 3 مرات، وهكذا بالحقيقة مثل ما شوفوها أمامكم الدراسات ركزت أكثر شيء على العاصمة. وهنا أيضا نتوقف وحلل هذا المؤشر، شحل هذا المؤشر. يعني في بعض الأحيان نحن ممكن نقول لا كافي إنه خلينا نطلب فرصة، مثلا الناصرية موجود بها قسم علم الاجتماع بس ما عندهم ماجستير، ممكن نركز السنة هذه نمضي 5 مقاعد أغلب ناصرية، مشترط عليهم يدرسون الناصرية، 5 مقاعد ثانية يدرسون على سبيل المثال نجف، 5 مقاعد وعندنا قسم مدني، فخمس مقاعد او 3 مقاعد بهالشكل بالحقيقه ممكن ايضا نوازن الدراسات جغرافيا. وهذا بالحقيقه لو اي واحد من زملائنا في الجغرافيا يعني دكتور ماهر غير اللي يحللون مكانيا راح يطلع لنا بهالجهه اللي وحده دراسه كل جميله. فبالحقيقه هناك تركيز واضح جدا على مدينه بغداد مع اهمال، ما اعرف اهمال غير متعمد، اهمال غير متعمد للمحافظات الأخرى في دراساتنا في علم الاجتماع. وهذا القسم بحاجة إلى وقفة، وكل أقسام بحاجة إلى وقفة، اللي عندها دراسات ميدانية مثل الجغرافيا عندهم دراسات ميدانية ممكن يستفادون من هذا الجروب،
عموما نروح بالحقيقه الموضوع الاخر. وانا قلت لكم انه انا خرجت من صفحه العنوان الى صفحه المصدر، راح احفظ قفزه اترك كل متن الرساله او الاطروحه واروح الى المؤشر الثاني، وانا ما اعرف ايش قد باقي لي هسه 59 دقيقه راح احاول اخلص 10 دقائق. المؤشر الثاني اللي هو صفحه المصادر، هسه واحد يقول صفحه المصادر ايش بيها؟ بالحقيقه صفحه المصادر بها كثير جدا، وهذه الصفحه بالحقيقه بديت احلل بها وبديت اشتغل عليها اكتشفت كثير كثير عندما جاءت من حجم ما وجدته. طبعا انا ما اشتغل بدون ما اخلي امامي اول مره مؤشرات وبعد ذلك احلل. فبالحقيقه جيت انا عندي 608، طبعا انا ما اقدر اخليها في هذه، لذلك خليت الحقيقه عينه متوازنه، اخذت 33 رساله و 33 اطروحه. طبعا ساعدني احد طلابي بوقتها هسه خلص دكتوراه صباح في عمليه ادخال بيانات صباح صدام الوعد، وحقيقة شيء بيوشورة دائما أقول يعني المرات من أحتاج أدخل بيانا دائما صراحة، وعندي كم واحد يعني حسن كاظم وغيره بعض طلابي زملائي طبعا وياي أيضا دكتور محمد دائما وياي بالحقيقة في عمليات تحليل بيانات وإدخالها. فحل دخلت بتحليل المصادر اللي أنا أخذ، راح أخذ صفحة المصادر وكل مصادر الرسالة أدخلها وأدخلها قاعدة أخسر ومن ثم أدخل ثم أحللها. بالحقيقة أخذت 33 رسالة و 33 أطروحة بشكل عشوائي، تجنبت الرسالة اللي رفت عليها وتجنبت رسالتي وأطروحتي، حتى لا يقال إنه هذا البحث منحاز، إن أنا من خلال رسالتي أو أطروحتي أو رسالة أو أطروحة المشرف عليها راح تسبب لي مشكلة، فأتذكر ماني ما أخذت الرسائل اللي تخصني. الحقيقة أول مؤشر اشتغلت عليه وهذا كلش مهم وحرف يمه وقفة، لان هو لازم نفهم اول مره هذا المؤشر. هذا المؤشر اعتمد على معامل التاثير. معامل التاثير بالحقيقه او امباكت فاكتور واحده من القضايا اللي اشتغل عليها تاريخ، يعني تاريخ انتاج البحث او تاريخ انتاج المصدر، طبعا متابعته الممكن الوصول اليه كذا حتى يشوفوها هل هو فيك او صحيح، يعني هل هو صحيح او سرقه. فبالحقيقه واحده من القضايا اللي اشتغل عليها هو يشتغل معامل التاثير، يعمل على قضيه زمن المصدر. أنا أخذت زمن المصدر مع زمن إنتاج الرسالة. يعني شلون؟ أنا سميت هذا المؤشر عندي مسافة زمنية الفاصلة بين البحث والمصدر. يعني اليوم أنتجت بحث في 2020، أخذت مصدر في عام 2000، أنا الفترة الزمنية بيني وبين مصدري 20 سنة. فأخذت نموذج، هذا نموذج افتراضي وبعدين راح أشتغل على شغلي. فلو نفترض أنه بحث من الباحثين عنده بحث أنتجه في عام 2015، لاحظون هذا العمود بالنص كله 2015، أنتج هذا الباحث رسالته أو بحثه في عام 2015 وعنده هذه 10 مصادر. نفترض أنه اعتمد على 10 مصادر، المصدر أول سنة 90 ثاني 99 افتراضين وضعت هذه الأرقام. لا تلاحظون المسافة على اليسار، البحث المصدر الأول كان بينه وبين البحث 25 سنة، الثاني 16، الثالث 5، إلى أن وصلنا إلى مجموع سنوات مالته 123 سنة. هاي 123 سنة بما أنه هي 10 مصادر وقاسمها على 10 يطلع 12.3، بمعنى أنه معدل مسافة الفاصلة بين هذا البحث ذو 10 مصادر ومصادره هي 12 سنة، بمعنى هذه هي بالحقيقة المزعج الموضوع، إنه هو الباحث أنتج بحثه في عام 2015 لكنه زمنيا ينتمي إلى 2003. لحظة الشوك، يعني الصدمة هنا إنه أنا أنتجت بحثي في عام 2015 بس أنا مصادري سحبتني إلى الخلف وصلتني إلى 2003، لأن هي عدتها 12. طبعا انا اخذت نموذج 10 وراح تتفاجئون بالارقام اللي طلعتها في واقع 66 اللي انا حللته. طبعا ارجو ان يكون واضحه، وهذا بالحقيقه اقدر اقول انه انا اخترعت هذا يعني هاي التسميه من عندي اللي هي مسافه زمنيه الفاصله بين الباحث ومصادره. طبعا دائما ويانا تاريخ ربما عربي، دائما التاريخ العربي يعترضون على هالقضيه، يقول احنا مصادرنا كلها قديمه، وربما هسه بالتساؤلات راح تصير عندي هاي القضيه، وربما البعض يقول لك انه اكو مصدر هذه واضحه الكل يعرفها، انه هناك مصدر كلما ازداد عمره زادت قيمته، يصير تحفه انتيكه. في الحقيقه
أنا كتبت ملاحظة بعد هذا الجدول مباشرة بالبحث الأصلي واللي هو منشور في مجلة كلية الآداب في عام 2018 ما أتذكر، أنه كتبت قلت هناك مصادر تستثنى من ماذا؟ تستثنى من هذه الـ خلينا نقول المسافة الزمنية، المصادر التاريخية، بعض المصادر الدينية، المصادر باللغوية، والمصادر التي تزداد قيمتها بالحقيقة. إذا استثنى الأربعة راح نلقى الخط العام. في قسم علم الاجتماع إحنا قليل جدا نمر على هذه المصادر. يعني بالحقيقة اليوم العلم يتحدث بكل ثانية. فإحنا ما معقولة إنه نظل نرجع إلى يعني عشرات السنوات. أنا أتذكر في عام 2017 أو 15 طلعت على الجدول وكان الله يرحمه الدكتور محمد حمزة وبعض أستاذتي حقيقة احتاروا عليه وقالوا دكتور خالد أنت جد قولي أنا سميت هاي الكتب اللي تنتمي إلى القرن العشرين والقرن التاسع عشر سميتها كتب صفراء، وفعلا هي صفراء لأن هي مضى عليها زمن في التالي أي كتاب أو أي ورق مني مر عليه في فترة سنوية يعني في 20-30 سنة يصير أوراقها صفر، وليس المقصود به أفكار صفراء وإنما الورق أصفر. فهذه الكتب بالحقيقة تسحبك إلى الخلف، وبالتالي إن اليوم العلم يعني البطفات المية يعني مجرات سكوب ما تقبل البحث مالتك إذا كان البحث مالتك مصادر قديمة أو لا يمكن متابعة هم يردون الأحداث في الأحداث. فبالحقيقة هذا المؤشر يعني هو محاولة يعني إضاءة منطقة كلش ما من تأهيلها إحنا، وهو أنه حداثة المصدر مهمة جدا في كتابة وفي التواصل العالمي. هذه المسافة ما رسالة وطروحة هي بنفس نفس الطريقة. قلت لو رسالة نوقشت في عام 2004 مسافتها لو كان السنوات مال بحثها 87 أكيد المسافة مالتها 17. عموما هو شرح الجدول اللي قبله محمد علي يهمني هذا الجدول. الحقيقة هذا الجدول أخذت البيانات عندي. أنا في عام 2004 الرسائل اللي أنتجت في عام 2004 لاحظوا زملائي في عام 2004 الرسائل اللي ناقشت كانت كلها أخذتها. طبعا أنا أخذت من 2004 وهذه كان المفروض أنا أهلها لأن أنا بالحقيقة أخذت رسائل وطارح إلكترونية. قبل 2004 ما كان إلكترونية كان فقط ورقية، فلذلك بالحقيقة العينة 96 كانت فقط العينة مال رسائل ولا طارح اللي قابلة لأنه دخل بياناتها. فاعتمدت على الرسائل ولا طارح لبياناتها متوفرة على أقراص. فاللي عملت بالحقيقة أنه أنا لقيت في عام 2004 الرسائل والأطاريح كانت المسافة الزمنية مالتها 16.9 هي أنتجت في عام 2004 لكن بالحقيقة الرقم مالتها مثل ما شوفوا واضح أمامكم 2004 رسالة الثانية 16.9 فبالتالي هي ترجع ل 1.87 رسالة. طبعا أخذت 2004 رسالة في عام 2005 أنتجناها المسافة مالتها 18 طلعت تنتمي 86. لاحظوا هي أنتجت في عام 2005 عفوا وهي تعود إلى 86. 2005 تعود إلى 86. 2005 هناك أربعة وهكذا تلاحظون كلها الثمانينية. يعني هي أنتجت في القرن 21 لكنها بمصادرها تنتمي إلى القرن 20 بترجع 14 سنة في داخل القرن 20. إذا تلاحظون يعني أريد أزعجكم كثير جدا بالحقيقة إنه هذه الرسائل والأطاريح هذه المجموعة الأولى من التاريخ طبعاً هذه أعتقد هي رسائل الأطاريح كل اللي نوقشت من سنة 2004 إلى 2009 هي كلها تنتمي إلى سنوات ثمانينات القرن الماضي حتى أن البعض معتها ما وصل للتسعينات. هاي مجموعة أخرى رسائل أيضاً 2004 إلى 2009 ولاحظوا كلها أيضاً تنتمي القرن العشرين رغم أنه البعض من عتزين صار للتسعينات يعني عندي 94 عندي 99 في الحقيقة هذه الواقع دراسات العليا عندنا. العين استمر 2015 لاحظوا فبالحقيقة إلى حد 2015 وهي خلنا خلص يعني أسوي خلاصة إلى حد 2015 وقسمنا أو رسائلنا التي أنتجت أو العين اللي درستها آني وأقدر أعمم بشيء من التحفظ كلها تنتمي إلى القرن العشرين.
هي أنتجت في القرن 21، أنتجت في العشرة الأولى من القرن 21 والعشرية الثانية من القرن 21، لكنها كلها تنتمي إلى القرن 21. يعني ما لقيت مسافة زمنية من 10 سنين، وهذا مشكلة كبيرة جدا يجب على الواحد فينا وحتى المشرفين. يعني أوكي أنت طالب معك زملاء أساتذة معونة للمحاضرة أو بالورشة أساتذة، أوكي أنت تقبل بحث المصدر ما طالبك، بس يا حبذا لو تقول لك شوف لي مصدر أحدث حتى على الأقل إنه حداثة المصدر كلش مهمة. فبالحقيقة حداثة المصدر اللي تسحب إلى الأمام أو ترجع إلى الخلف، لاحظوا ولا رسالة ولا أطروحة من 66 كانت تنتمي إلى القرن العشرين، كلها تنتمي إلى القرن العفو إلى 21، ما تنتمي إلى القرن العشرين، كلها تنتمي إلى القرن العشرين. وهذا الشوك بالحقيقة اللي صار بي، شوك فعلا شوك، يعني الصدمة صارت بالنسبة لي أنا بالحقيقة. يعني بريت أمش بالفاشن قصلي نسوه إحنا، أخذت طبعا بالمناسبة مو نكتب المصدر ونسوه في المصدر، مو نكتبه بالأخير نكتب تاريخ مالته بيا سنة، أخذت فقط التاريخ وحللته، لقيت انه احنا عندنا 29 مصدر انتجت بسنه 1940 او ما قبل 40، يعني الصوت بالقرن 21 لازال ياخذ كتاب عمره 7 سنة. يعني والله اتذكر انه احد زملائنا او احد طلبتنا يعني الرساله مالته اورد بها مصدر ينتمي الى 1807 واحد 1872، اذكر اخذ جان جاكروسا والعقد الاجتماعي. وبالحقيقه انه اخذ وفعلا جان جاكروسا وقفني وفعلا كتابه منتج في ذاك الفتره، بس كان ممكن ناخذ روحات جان جاكروسا مضطر وناخذ المصدر الاصلي. مو بس هذه الحقيقه، وهذه اهم اللي اقولها ربما يتبادر بذهن الكثير من هذا السؤال، يعني هو شلون حصل هذا المصدر اللي 1940؟ شلون حصل؟ وين لقاه؟ الحقيقه يعني رات نشوف رقم هسان، مجرد يعني ذكر الرقم هو صدمه، يعني شلون وصل ل 1940؟ ولو احلل وانبش وادور جو الموضوع، وانا اشتغلت بقضيه الاستيلاء والسرقات وكنت اول شخص سوى لجنه استيلاء انا وبعض زملائي بالاقسام بايام دكتور فيصل غازي، سوى سميناها لجنه الاستيلاء وخشيت هالقبيل ما اذكر اسمها، يعني عمرها تقريبا هذه اللجنه اكثر من 10 سنين قبل يسعدنا سلال الإلكتروني وصل برامج وصل هذا، كل هذا اشتغلنا عليها. فبالحقيقة أنا أقول إن في بعض الأحيان هي عملية سرقات متكررة، يعني الشخص اللي جاب لي مصدر في عام 1900 هو انحصر هو في عام 2020، يعني الكتاب عمره 120 سنة شلون حصلته؟ يعني الحقيقة إنه راح تلقى إنه واحد يأخذ من الآخر، وبالتالي هي عبارة عن عملية سلال. خلي شوي نخففها للكلمة خاوي يزعلون على زملائنا، إنه إحنا نستل بعضنا من بعض، واحد ياخذ من الاخر، وكلنا نقول نحن رجعنا للمصدر الاصلي. وبالمناسبه اليوم برامج كل سهله، بس احنا مجلسين وساكتين. فبالحقيقه عندنا 54 مصدر تنتمي لفتره 1940 1949، لاحظوا 54 مصدر، لدينا 50 59 عندنا 94 مصدر، 60 69 لدينا ايش قال، لدينا 64 مصدر، 70 79 لدينا 950 مصدر. طبعا هاي المصادر اللي 66 رساله والاطروحة اللي كلها عندي، هنا عددهن حتى اكد، كان عدد الرسائل والتاريخ 66 كتبت في 9280 مصدر، كلها حطيتها بالاكسل ويتحلل على الاقل في فقره الرقم. تلاحظون انه بدون سنه طلعت عندي 860، وهذا طبيعي، يعني صار عندنا بعض الاحيان ماكو مصدر، العفو ماكو تاريخ. ولاحظوا هذا اللي يهمني، طبعا هي 200 مكتوبه، هي بالحقيقه 2000 فما فوق، يعني تتم القرن ال21 لقيت 3280، يعني 35% فقط من رسائلنا، وانا اتكلم عن رسائل وتاريخ انتجت في عام 2004 الى حد 2015، يعني بالقرن ال21 هذه ال10 سنين او 11 سنه او 12 سنه فقط 35% فقط من العناوين تنتمي الى نفس الفتره اللي كتبت فيها الرسائل والتاريخ، بمعنى انه 60% هي اوت اوف هيستوري اوت اوف ديت تاريخ. فبالحقيقه ترجعنا الى القرن العشرين. يعني رحت ظليت احلل بالحقيقه، وما ادري اشكم هذا الجدول عبر السرعه، ايضا اشتغلت على هذا الجدول، وديت اشوف كل رساله وكل اطروحه ايش قد وردت لنا حسب سنوات. عموما
الحقيقة هذا الجدول اللي هو تقريبا جدول ما قبل الأخير، في هذا الجدول أخذت الرسالة أو الأطروحة لحظة تسلسل مالتها وش قد ما هي مصادر. طبعا فاجأت في قضية المثل أحد الرسائل قال لدينا 38 مصدر فقط كتبت في علم الاجتماع، وحتى أنا لحد الآن حضر اسم هذا وذكر اسم الباحث وهو أحد زملائنا في إحدى الكليات الحقيقة خارج بغداد. ولدينا أحد الباحثين استخدم 217 مصدر، في حين بالأطاريح كان لدينا 58 مصدر كأقل عدد و305 مصدر كأكبر عدد. هسه واحد يقول لي أوكي أنت خالد تقول صحيح، بس هي القصة، القصة إنه كل باحث من الباحثين له خصوصية، كتاب بحثه أكو بحث بمصادر قوية، أكو مصادر ربما في بعض الأحيان قلت المصادر، قال المصدر هو هم مؤشر يعني على أن المصدر البحث حديث عنوان جيد ما مكتوب به أو المكتوب به كان ما مختلف، بس أنا اشتغلت على مؤشر وشفت أمامي حتى أعرف. أنا دائما أنسأل، وبالحقيقة هذا واحد من الموضوعات اللي تأرقني. أنا سأخذ بك اليوم طالب من طلاب التخرج يقول لي كم مصدر، أقول له بابا ما أكبر شيء اسمه عدد المصدر، بعض الزملاء يشاهدوني يقول له أوكي أوصل 50، حتى الرسالة والطروحة يقول له العفو الاستمارة كم سؤال استمارة، هاي الأسئلة يسألونها طلاب. فحبيت حقيقة أضعها أمامكم ونشوف ما إحنا إيش قد كاتبين. الآن جينا إلى قضية اللي هي أيضا بها وقبل شوية نوهتها، هذه بالحقيقة قضية كلش خطرة وأني أريد حتى أختم بها. إحنا المصادر مالتنا، المصادر مالتنا مصدر يبدأ باسم المؤلف وينتهي التاريخ. أنا قبل شوية كنت أتكلم عن التاريخ، هسه وين رحت؟ رحت لاسم المؤلف، وهنا بالحقيقة شوية دخلت في منطقة نسميها منطقة الغام، يعني رغم وراء الزملاء راح ينزعج، بس هذه حقائق. شنو اللي سويته؟ اللي سويته إنه أنا طلعت المؤلفين، عزلت المؤلفين العراقيين المتخصصين في علم الاجتماع. قال لا أشرح هذا الجدول، بس أشرح اللي سويته. الرسائل ولا طرح 66 أخذت المؤلفين، عزلت المؤلفين المتخصصين في علم الاجتماع والبقية تركتهم على جانب. اكتشفت إنه إحنا أشرف العفو، إحنا استشهدوا بنا طلابنا، وهنا أتكلم عن المتخصصين في علم الاجتماع من البصر إلى التوك في كل العراقيين المتخصصين في الاجتماع، وهم معظمهم زملائي وأنا أعرفهم أو على الأقل قرأت لهم، فبالتالي إنه أعرفهم وأعرف هذا مثلا فلان. هذا مؤلف في علم الاجتماع، خريج علم الاجتماع وعراقي هذا، وهذا مصري وهذا ربما سوري أو هذا أجنبي، فبالتالي إنه بالحقيقة أعرفهم تقريبا معظمهم والأسماء كانت واضحة أمامي. فبالتالي إنه طلعت هؤلاء العراقيين، إيش لقيت؟ لقيت كبير وسؤال إشكالي، والكل يحتاج أن يوقف عنده.
كل واحد يحتاج يوقف عنده. القضية الثانية الأكثر رعباً في هذا وخلنا نسميها مرعبة، في داخل هاي 9% ايش لقيت؟ لقيت 6 بوينت كسر، تقريباً 6.7 أو 6.5 بالضبط 6.5 لمؤلفين في علم الاجتماع عراقيين ممن درسوا خارج العراق، يعني الرعي الأول علي الوردي الطاهر الكعبي، وتحول أسماء أمامكم هنا مثل معن خليل عمر، عبد المعين حسني، شاكر مصطفى كريم، لهاي عبد الحسين، علاء جاسم، علاء الدين، متعب مناف. بالحقيقة لقيت أنه الرعيل الأول خالد فرج جابر رقم 17 بالجدول أمامكم، الأساتذة من الرعيل الأول الذين درسوا في جامعات غير جامعات عراقية، ومعظمهم درس أما في أوروبا في أمريكا، فقط عندنا أستاذ واحد اللي هو درس في مصر أو اثنين من دول الأساتذة درسوا في مصر، اللي هو دكتور علاء الدين جاسم بياتي ودكتور عبد اللطيف عبد الحميد العاني، اللي هم حقيقة تسلسلهم هذا واضح أمامكم تقريبا 10 و11. فدكتور عبد اللطيف ودكتور علاء الدين درسوا في مصر، دكتورة لهاي والمجموعة الأساتذة بالحقيقة درسوا خارج العراق، وإحنا الجيل الثاني وربما الآن عندنا جيل ثالث وجيل رابع من الأساتذة، زملائي ربما راح يشوفون هذه المحاضرة، كل واحد ينتمي إلى جيل محدد، إحنا اللي درسنا على أيدهم. اللي حصل شنو اللي حصل؟ اللي حصل إنه هم الأساتذة الرعي الأول الذين درسوا خارج العراق كانوا أكثر تأليفا منا، وكان الطلبة يستشهدون بهم أكثر منا، رغم وهذه قلت لكم هذه القضية المرعبة، رغم إنه إحنا اللي الآن اللي نشرف على هؤلاء الطلبة، يعني إحنا اليوم نشرف على هؤلاء الطلبة لكنهم يستشهدونهم بأساتذتهم بأساتذتنا أكثر ما يستشهدون بنا، والدليل إنه 6.7 أو 6.6 من الإشارات من هاي 9% هي لهؤلاء الذين درسوا جامعات خارج العراق، وهذا بالحقيقة يحتاج لها وقفة، وربما هذه وقفة مو وقفة فقط كلية وإنما وقفة جامعة، إنه إحنا إيقاف البعثات بالتخصصات الإنسانية سوت لنا مشكلة وبالحقيقة خلت لنا هذا. وبالمناسبة يعني هم بالضبط هم ثلثين، إحنا اللي بداخل العراق اللي أنتجنا في داخل العراق بحوثنا ورسائلنا وربما كتاباتنا في داخل العراق، إحنا بالحقيقة استشهدوا بين الطلاب بمقدار 2.7. وأرجع مرة ثانية وأقول أنا درست رسائل وأطاريح أنتجت في عام 2004 إلى حد 2015، بمعنى أنه بالفترة الزمنية المعاصرة اللي إحنا قاعد ندرس بيها واللي إحنا قاعد ندرس بيها واللي إحنا نشرف عليها، إحنا استشهدوا بين طلابنا بمقدار 2.7. يا جماعة هذا رقم مرعب، بمعنى أنه لدينا 97.3% من الرسائل والأطاريح من مصادر الرسائل والأطاريح هي منين؟ هي من مصادر غير مصادرنا، بمعنى أنه لدينا تأثير منخفض جداً على طلابنا، وحقيقة هذه يحتاج لها وقفة كبيرة جداً. الرعيل الأول طبعاً دكتور إحسان كان أكثر واحد الطلاب أشاروا له ب 186 مرة مصادر ذكر في المصادر، يجي وراء دكتور معن، طبعاً دكتور إحسان درس في بريطانيا ومثل في هنغاريا، دكتور معن درس في ألمانيا 80، دكتور قيس النوري حسب ما أعرفه درس في الولايات المتحدة، دكتور كريم محمد حمزة خريج قسمنا اللي هو أستاذ في هو تقريبا الأعلى بين العراقيين الذين درسوا في العراق اللي هو كان مشرف عليه أستاذي بالحقيقة الله يرحمه، دكتور علي الوردي استشهد به 46%، عبد المنعم علي الوردي درس في الولايات المتحدة، عبد المنعم درس في الولايات المتحدة 41%، ناهد عبد الكريم درست في بغداد وأشرف عليها دكتور الله يرحمه دكتور حاتم الكعبي 39 مرة، وهكذا بالحقيقة. عموما هذه كل هذه الإشارات طبعاً تلاحظون بعدين أخذت كل واحد إلى أن آخر شيء وصلنا إلى أنه اللي استشهدوا به الطلاب مرة أو مرتين. الرعب الآخر أو الرقم الفارق الآخر، وحقيقة يعني كلش متأذن من هذا الرقم وراح يزعلون كل زملائي علي من أحكي، وإذا تلاحظون أريد أوقف وأنوه علي وأحكي. الحقيقة الشيء الآخر المرعب في الموضوع هنا، طبعاً أنا قبل شوي إذا تلاحظون أكو جدول إيش قد كل واحد أشرف من أخذ صفحة العنوان، وين المشكلة وين الخطر اللي لقيته هنا؟ أستاذ مثلاً واحد من زملائنا وهو ربما موجود معاصر إنه ربما هو أنا المقصود بالكلام، أي واحد من زملائي أشرف لنفترض على 30 أو 20 أو 25 وربما 15 وحتى لو 10 رسائل وأطاريح، تصوروا في هذه 20 أو 30 أو 25 رسالة وأطروحة التي أشرف عليها لم يستشهد به الطلبة سوى مرة أو مرتين، وهذا حقيقة يرادها وقته، يرادها مراجعة كبيرة جدا. يعني تصوروا وعيدها مرة ثانية وريد أكد عليها ووقف عدها
يعني نشرف على 20 أو 30 أو 15 أو 10 رسالة وأطروحة، ومن ثم عندما نذهب، طبعا أنا ما أتكلم على إجبار الطالب على أنه هذا، أنا بعد ما أخلص الرسالة ممكن أروح أتابع صفحة المصادر، وأنا زملاء يعرفوني من أناقش الطالب أيضا أناقش صفحة المصادر، أكتشف أنه الطالب وأنا أناقشه لم يستشهد بمشرفه ولا مرة واحدة، وهذا بالحقيقة تضعنا أمام تساؤل كبير big why، يعني ليش؟ لماذا؟ هو واحدة من اثنين، أما هو ما متخصص، وأما هو عمره لم يكتب في هذا الموضوع وأشرف عليه، وربما القضية لها تفسيرات أخرى. وبالحقيقة هذه توقفنا أمام وقفة كبيرة جدا، يعني سيد العميد معانا، زملائي موجودنا، أتمنى هذه المحاضرة ننشرها فيديويا ونشوفها. البحث أيضا متاح على مجلة كلية الآداب اسمه مصادر البحث السوسيولوجي. طبعا أنا يعني مرة ثانية أقول أنه أنا هذه أرقام، وهي الأرقام تتكلم، أنا لا أتقصد أحد ولا يعني ربما يزعل علي زملائي، خاصة الكلمة اللي قلتها قبل شوية إنه إحنا نشرف على 20 أو 15 ربما 25 رسالة وأطروحة، ومن ثم نكتشف إنه هذه 20 أو 25 أو 30 رسالة التي أشرفنا عليها لم يستشهد بنا الطلبة، هؤلاء الطلبة سوى مرة واحدة أو مرتين. حقيقة هذا يؤشر على خلل واضح جدا، ومن يغمض عينيه ويضع رأسه في التراب مثل ما تفعل النعامة بالحقيقة لا يفعل شيئا. هذه تؤشر على حقيقة مرعبة إنه إحنا هسه أنا ما أريد التأثير، ولاحظوا مؤشر الـ H-Index يتكلم عن استشهادات ببحوثك ومصادرك عالميا، يجون طلاب بالنت يبحثون ربما من مصر، يجيك من حتى من يجيك، أنا ذكر مرة أحد مصادر اكتشفت إنه رسالة في كوريا أخذت من عدة، بعدين اكتشفت إنه طالبة عراقية هي اللي مستشهدة بها ماخذة من عدة معلومة. فهذا ما جه أتكلم على الاتش اندكس العالمي اللي هو إحنا أصلاً كلش منخفضين به، أنا أتكلم عن رسائل وطاري إحنا نشوف عليها وتحت إيدنا، ومع ذلك الطالبة لم يستشهدوا بنا، وهذه مشكلة، مشكلة مشكلة كبيرة يجب أن نقف عليها. طبعاً أنا حللتها وأريد أوقف عند هذا التحليل، هو يعدي بس خلي أروح إلى مبررات أخرى. واحدة من القضايا اللي لقيتها وكلش واضحة عدي إلى درجة كبيرة، وهي إنه معظم الطلبة يستشهدون بعناوين أو خلينا نسميها موضوعات ممكن تنفع في كل رسائل الأطاريح، وهي طبعاً كل أي مؤلف يؤلف في منهج البحث وكتب حديثة في منهج البحث ممكن يكون مشروع إنه يستشهدون بالطلبة. المؤلف الذي ينتج في المفاهيم، مادة مفاهيم في التاريخ، مفاهيم علم الاجتماع، مفاهيم خدمة، مفاهيم آثارية، أي مفاهيم التخصصية، يعني هاي اللي هي القواميس، إنه ينتجن بالمفاهيم كل الطلبة يحتاجوا، لذلك يسعد معامل التأثير المحلي، خلنا نسميه بهالشكل معامل التأثير المحلي. الأستاذ الذي يؤلف في النظريات أيضا يستشهدون به الطلبة كثير جدا، وأيضا الأستاذ طبعا يعني هنا تقريبا ذن الثلاثة كلش مهمات، نظريات، المفاهيم، ومنهج البحث، والرابع هو ما نسميه بمبادئ أو أسس أو مداخل للتخصص، يعني مدخل علم اجتماع، مدخل خدمة اجتماعية، مدخل أنثروبولوجيا، بس يكون كتاب يحوي كل شيء. الحقيقة هذه الأربع أنواع من الكتب إذا ألف فيها ممكن تكون ماذا مشروع إنه يستشهد بها محلياً بكثرة، وخاصة إذا حدث الأستاذ. لذلك شوفون إنه اليوم هذا النوع من الكتب، ويعني هسه اليوم إذا طلعنا ومعظم الكتب أنا عندي تقريباً تلاحظون هسه المكتب اللي خلفي تقريباً عندي بها جزء كامل خاص بمناهج البحث، تلاحظون إنه كتب النظريات وكتب مناهج البحث معظمها بها تأليف مشترك، فبالتالي إنه ممكن إنه إحنا نكون شنو، إنه نكون مشروع إنه طلبة يستشهدون بنا إذا إحنا اشتغلنا بهذه. هذه حقيقة هي محاولة، هسه أنا ما أريد أبرر ولا أروح لأسباب اللي خلت هذا الطلبة هذه ما راح أقول أدخل بها أتركها للآخرين هم يدون بدلوهم، لكن على الأقل أقول للي عنده طموح واللي عنده رغبة إنه يصير الآخرين يستشهدون به ويأخذون منه، فممكن إنه يروح إلى وين، يروح إلى هذه تأليف هذا النوع من الكتب. الحقيقة أنا أريد يعني أختم وأعتذر عن الإزعاج، أزعجتكم كثيراً، توقفت كثيراً. الحقيقة البحثين ذني هنا تقريباً 4 بحوث، أنا استعرضت بحثين من عدتين وقلت لكم البحثين منشورات. الحقيقة هذه البحثين أو هذه المجموعة البحوث اللي قلت عليها هي أقدر أسميها هموم القسم، هموم الدراسات العليا، الجزء المسكوت عنه
واللي ما حد يحب يتكلم عنه، وبالتالي انه حاولت ان اطلعها مره ثانيه، اقول هذه ارقام، هذه بيانات كميه، البيانات الكميه لا تكذب. يعني ما يقدر واحد يجي يقول لك دكتور خالد، مثل ما بعض الاحيان ربما واحد يقراها وينزعج يقول لك خالد يحاول انه يطلع اشياء مو صحيحه، الحقيقه هذه ارقام، وهي الارقام لوحدها تتكلم وتقول ها انا ذا امامكم فعيدوا قراءتي. الحقيقه هي دعوه للمراجعه، دعوه لاعاده النظر، ودعوه لنكرر البحث. ومره ثانيه اقولها وحقيقه انوه لها واقول انه احنا انا اخذت صفحه العنوان وصفحه المصادر كمؤشرين، ما طرقت لكل. انا ذكرت بالبدايه 4-5 سلايدات شو المؤشرات اللي ممكن نشتغل عليها اللي هي نماذج تحليليه. هذا النموذج اللي نموذج المصدر ونموذج صفحه العنوان ممكن اي تخصص حاضر الان ويانا، او ممكن واحد يطلع على هالمحاضره ممكن يسوي تخصصه. كل المطلوب من عده يروح للدراسات العليا، اكو عندهم شيء مش عندهم دراسات عليا، دراسات عندهم سجل بكل الرسائل والاطروحه اللي نقشتها، اسم الطالب والمشرف وعنوان الرساله والاطروحه وايش قد اخذ درجه، وياخذ موافقه من السيد عميد الكليه او ياخذ موافقه من السيد معاون العميد للشؤون العلميه، وياخذ هذه القائمه ويدخلها اكسل ويبدا يشتغل عليها تحليل صفحه العنوان. بالنسبه للمصادر يروح للمكتبه الكترونيا يطوف فقط صفحه المصادر ويحطها اكسل ويبدا يحللها. نموذج ممكن ان يصلح للجميع وممكن يحلل به الجميع، وبالتالي انه يستفادون من عده. وهو ايضا مشروع انك تكون ببحث وننزله، وهذه حقيقه القضيه الاهم بالنسبه للكليه والسيد عميد الكليه وانا، انه هذه تاسيس لقواعد بيانات مرجعيه لكل الطلبه. انا عندي القائمه بالمناسبه اذا تحبون اشارككم اياها الان، قائمه الرسائل والاطارح 608 موجوده عندي على صفحه اكسل، معظم طلابي عندهم، معظم زملائي عندهم، حتى ناشرها على صفحتي. فبالحقيقه ممكن اي واحد فيكم انه يطلع عليها ويشوفها، يسوي نفس هالقائمه ويشتغل عليها. مره ثانيه اقول اعتذر على الاطاله وشكرا جزيلا للجميع، واعتذر عن ازعاجكم، واعتذر من جميع زملائي في قسم علم الاجتماع اذا كان هناك دخلت في منطقه وانا سميتها منطقه الغام، وارجو انه ما يكون انفجر علي لغم من هذا الغام. شكرا جزيلا، شكرا دكتور محمد، شكرا جميع الحضور. شكرا جزيلا دكتور خالد. الان الاساتذه الافاضل الحضور اللي عنده اي مداخله يقدر يسوي ريز هاند، رفع اليد. عندنا المداخله الاولى من الدكتور استاذ الدكتور محمود القيسي. دكتور محمود تفضل. نعم دكتور، ما تسمعني؟ تفضل دكتور محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أشعر بسعادة كبيرة اليوم وبنوع من الحزن عندما أسمع للأخ العزيز دكتور خالد حنتوش. يعني البحث كما أشار دكتور خالد يعني كله أرقام، هذه الأرقام ربما تنطبق على الأقسام الأخرى، وأنا يعني بحكم اختصاصي في قسم التاريخ وأقول لدكتور خالد أعتقد في هذه المحاضرة يعني ليس الحاضرون فقط من قسم علم الاجتماع، أعتقد هناك مجموعة من أساتذة التاريخ ومن أقسام أخرى في الكلية. محاضرة مهمة، وضعت إصبعك على آلامنا البحثية، مشاكلنا. أنت عملت معاون عميد وأنا عملت معاون عميد للشؤون العلمية، مع الأسف يعني مع البريق الكبير لكلية الآداب ولسمعتها يعني العظيمة وما نقوم به من جهود متواضعة في محاولة الحفاظ على هذه الكلية، إلا أنه مع شديد الأسف في الفترة الأخيرة هناك الكثير من المؤشرات التي تؤشر أنه طلبتنا وفقا للإحصائيات اللي أشرتها، زيادة عدد الرسائل، زيادة عدد الأطروحات، عدم جدية يعني ربما البعض القليل من المشرفين، بدأت تظهر عندنا حالات سرقة ما نسميها بالاستيلاد. لذلك أنا يعني أتمنى لو كان زملائي في قسم التاريخ يعني في هذه المحاضرة، نحن بحاجة إلى مسح من هذا النوع نفس اللي قام به دكتور خالد على رسائلنا في التاريخ، يعني من زمن جيل الرواد جعفر خصباك وعبد العزيز الدوري وصالح أحمد العلي وسامي سعيد الأحمد وغيرهم، والأجيال الثالث يعني المتعددة سواء كان جيل الوسط وجيلنا إحنا وجيل طلابنا، تقريبا 4 أجيال يعني من الأكاديميين
مرت على كلية الآداب. الأرقام اللي ذكرها دكتور خالد يعني بعضها تحتاج من عندنا وقفة، ووقفة مهمة جدا، لأن خاصة الجدول الأخير، وهذا يعني يهمني بشكل كبير جدا. السؤال لماذا الجيل القديم، يعني جيل الوردي، أو حتى لما وصلنا إلى جيل ربما الثالث اللي أو الثاني اللي هو جيل إحسان محمد الحسن وغيره، لماذا كانت الاقتباسات الطلاب من أساتذتهم أكثر؟ لماذا في الوقت الحاضر مثل ما أشار الجدول اللي قدمه الدكتور خالد، لماذا أنا أشرف على طالب بموضوع معين؟ هو المفروض يعني الأستاذ عندما يقترح موضوع على الطالب أو يقبل الأستاذ بالإشراف على الطالب، بالتأكيد يكون هذا الموضوع ضمن اختصاص هذا الأستاذ، فيكون للأستاذ مساهمات مهمة وكبيرة في هذا الاختصاص. يعني صعب أن نقول أن الأستاذ يتعلم من الطالب، يعني يأخذ موضوع لا يفقه شيئا به ويبدأ بالتعلم مما يحصل عليه الطالب من معلومات. عندما يكون نسبة الاقتباس يعني من الطالب من أستاذ بماجستير أو دكتورة 0% أو 1% أو 2%، فهذه نقطة يعني تحتاج إلى وقفة. معناه أنه هذا الأستاذ أخذ الإشراف لمجرد الإشراف وليس أكثر من ذلك، فلذلك هو لا يضيف يعني إلى الطالب كثيرا. النقطة الأخرى هي الجدول الآخر اللي طرحه دكتور خالد، واللي ما أتذكر اللي سماه النسبة السنوية أو شيء، المسافة الزمنية الفاصلة. المسافة الزمنية هذا أيضا شيء يعني يدعو إلى يعني وقفة جادة. عندما يكتب شخص رسالة وأطروحة، وإحنا بالقرن 21 ومصادر كلها تنتمي إلى القرن 20، يعني تنتمي إلى الثمانينات أو الثلاثينات في علم الاجتماع وحتى بالتاريخ، يعني ليس هناك مبررات. نعم نحن في التاريخ الإسلامي نرجع إلى ابن خلدون ونرجع إلى الطبري، لكن بنفس الوقت باختصاصنا علينا في المقدمة أن نعرف ما هي الدراسات الحديثة التي صدرت عن الموضوع. يعني أنا إذا لم أكن أعرف الدراسات الحديثة التي صدرت عن الموضوع وقيمتها، يعني ماذا سأفعل؟ مجرد أتعامل مع نصوص؟ هذه يعني أيضا مشكلة كبيرة. طبعا يعني لا أريد أن أطيل، ربما يعني أنا أحتاج للبحث، أطلب من زملائي وربما أنا أشترك في عمل من هذا النوع. نحن بحاجة إلى عمل بياني وإحصائي مثل اللي قام به دكتور خالد، ليس فقط في قسم التاريخ، كل أقسام الكلية، لنرى يعني إلى 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 أين نحن سائرون. يعني ما هي، نعم هناك يعني علامات كثيرة بالنسبة لنا ككلية آداب، لكن أيضا أكو يعني مكانات أو أكو مناطق فيها الكثير من الجوانب السلبية. هذه أرقام تتحدث، هذه يعني ربما لا تفق مع دكتور خادية، لا تسيء لأي شخص، هي المشكلة هذه أرقام، هذه إحصائيات، يعني إحصائيات تشير يعني قسم الاجتماع عندما بدأ بجيل الرواد ثم بدأ بالجيل الثاني ثم الجيل الثالث، ما هي مساهمة الجيل الأول، يعني نقطة ضعفهم وقوتهم، وما هي مساهمة الجيل الثالث. من خلال اللي طرحه دكتور خالد يبدو واضح، وما أدري ربما بعض الزملاء يختلف معي، أنه يعني المقارنة ليست لصالحنا بأي حال من الأحوال، على الرغم من أنه إحنا في الوقت الحاضر ربما نمتلك إمكانيات أكثر من الإمكانيات اللي كان يمتلكها جيل الغوات. نحن الآن العالم مفتوح بالنسبة لنا، يعني حتى الذي لا يسافر الآن يستطيع من خلال هذا الجهاز البسيط أن يذهب إلى أي جزء من أجزاء العالم ويتحاور مع أي جزء من أجزاء. جيل الوردي يعني كان من الصعب عليه، أو الدكتور متعب كان من الصعب عليه أن يتحاور مع الخارج دون السفر، يعني دون أن يكون في هذه الدولة أو تلك الأجنبية. يعني فوين الخلل؟ يعني ربما هذا السؤال أيضا إلى دكتور خالد، أين الخلل؟ هل لأننا تخرجنا من الجامعات العراقية؟ هل لأننا يعني
لم نذهب إلى الغرب أو إلى الولايات المتحدة بحيث بدأت تظهر لدينا كل هذه النقاط السلبية. لماذا نحن رغم تحذيراتنا لطلابنا بموضوع الاستيلال والسرقة النسب أصبحت مرعبة بصراحة؟ يعني في كل سنة عندما يدقق الأستاذ، عندما تدقق لجنة الاستيلال، عندما يكون الخبير متخصص ويركز على حقل اختصاصه، لماذا نكتشف اطروحات مسروقة؟ لماذا لم يكن هذا في السابق؟ يعني ما أدري دكتور خالدي صحح لي، يعني هل اكتشف في السبعينات أو في الستينات أو في الثمانينات أو حتى في التسعينات كانت هناك سرقات علمية يعني بحجم ما نجده في الوقت الحاضر؟ هو موضوع طويل، لا أريد أنا أخذ من وقتكم كذلك، لأن أكيد بعض الزملاء لديهم بعض الملاحظات، لكنني والله وبدون أي مجاملة أقول محاضرة رائعة جدا ومهمة جدا، وقدمت تفاصيل مهمة نحتاج إلى أن نقف عندها عمليا ونتابع هذه الأرقام. طبعا شكرا دكتور خالد، شكرا لقسم الاجتماع، والشكر موصول طبعا أريد من خلالكم يعني أشكر دكتور محمد غازي، يعني صراحة بنضغط عليه بشكل كبير جدا. دكتور هساني عندي شغلة يمه مع المحاضرات صار 4 أو 5 تصحيحات سويت عليها، وهو ده يضطر يحضر حتى الاجتماعات مجلس التدريب. فشكر خاص من خلال إلى دكتور محمد غازي اللي أسميه الدينامو الإلكتروني للكلية. شكرا دكتور خالد. شكرا جزيلا دكتور، شكرا لك. دكتور محمد أجاوب مباشرة لو تفضل دكتور خالد جاوب. شكرا دكتور محمود زميلي واخي وصديقي وعميدنا حقيقه، اللي احنا كلش فرحانين وسعيدين بادارته للكليه، الاداره الهادئه الجميله. الحقيقه دكتور هي هموم، وهي هموم كثيره جدا، يعني مو بالضروره انه انا اجاوب عليها. انا بالحقيقه انا فتحت امامكم اذا تلاحظون صفحه العنوان البحث اللي نشرته بمجله كليه اداب اللي هو كان عن المصادر، سميتها مصادر البحث السوسيولوجي. الحقيقه هذا هو كتبت بمجموعة أمور. أنا أريد أقول يعني بخصوص أنه لماذا الجيل الأول كان جيل أفضل من عندنا في قضية التأليف. بالحقيقة أنا أعتقد هو عندهم الجيل الأول كان عندهم مجموعة تحديات. التحدي الأول هم أجوا ولقوا أرض خصبة، أرض ما بيها لا كتب ولا مؤلفات، فبالتالي كان هو بالحقيقة اشتغلوا على الترجمة كثير جدا. لذلك شوفهم أن هم نقول أنه هم كان عندهم اللغة، وهذه مهمة، أنه درسوا في جامعات غربية، وبالتالي أنه هم جوا وشافوا أنه فتحوا القسم، قسم بلا مصادر باللغة الإنجليزية. يعني الجيل الخمسينات الستينات كان ما عندنا مصادر، يعني أنا أذكر في قسم علم الاجتماع في خمسينات القرن الماضي كان حتى عندنا أساتذة من مصر، المؤسسين الأوائل لقسم علم الاجتماع، مو فقط على الوردي والطاهر وغيره، لا كان عندنا أيضا أساتذة آخرين من مصر، وخاصة من مصر أسسوا لنا قسم علم الاجتماع. فبالتالي إنه هذا الجيل كان عنده هم إنه يقدم المعرفة بشكلها الأولي. في حقيقة هو وهو بعدين هو خلينا نقول ناخذها يعني نحكي بالعام ماخذين شمرة الغربي ألف. إحنا ما عدنا هذه، فهم قاموا بجهد كبير جدا وترجمونا علوم الغرب وجونا بحماستهم الغربية. إحنا الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع ما أعرف صار عندنا خلل، يعني صار خلل ماذا صار خلل جيني، طفرة وراثية صارت عندنا، انخفض عندنا المستوى. طبعا هذا مو هو عام، وانما يعني للبعض من عندنا، لان لا زال هسه بعض زملائنا الموجودين اعرفهم انا عندهم تأليفات كثيرة جدا. فبالحقيقة ربما هي واحد من مبررات. المبرر الثاني بالحقيقة الاهم يعني ما اعرف انه تعرف التأليف مو قضية سهلة، وبالتالي بها كثير من القضايا، يعني مراكز الابحاث اللي ساعد اللي يدعم اللي غيره، رغم توفر المعلومة والمصدر. فبالحقيقة هو هذا موضوع انه يعني انا الله يرحمه دكتور متعب اثرت هذا الموضوع قبل 8 سنين في احد المؤتمرات، قال خالد انت ما يحتاج تحكي هواية، انت شمرت الحجارة بالمي وطلعت لنا القضايا الراكدة جوا واثرت لنا الغبار، احنا الان لازم نسأل ونجاوب. فبالحقيقة هو مشروع انه احنا كلية نفكر. فانا ما ربما ما عندي اجابه بالحقيقه واضحه جدا، وهذا انا قدمت هنا بعض التحليلات نتائج وتوصيات. فبالحقيقه انه حاولت انه اقدم، وهذه اللي امامكم ربما راح تلقوها بمجله اذا اعطيكم الرابط، ولا تحبون هذا البحث نفسه انزله. فبالحقيقه عندي كثير من التبريرات اللي ما اريد ازعجكم بها، ممكن تراجعوها، بس هي مجرد اثارتها يا دكتور، مجرد اثارتها وامام زملائنا في كليه الاداب وفي كليات اخرى. انا اعرف ان الدكتور محمود يعني من الانبار رئيس قسم الاجتماع، يعني مجرد اثارتها هي محاوله، لان انا قلت
تقول دائما انه احنا دراكم 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 بدون، مثل شخص اللي ديمشي وصل عمره 70 وبعد ما مراجع ايش قد هذا وراك حساب وكتاب والله عز وجل وهذا، يعني خلينا نعتبرها هذه بهالطريقه هذه انه احنا نحاسب انفسنا. وبالحقيقه دائما النقد من يجي من الداخل يكون افضل، رغم انه النقد من الداخل في بعض الاحيان يصير غبار كثير عليك. يعني انا ذكر في عام 2006 و2007 دكتور محمد كل زين يذكر هذا الموقف، سوى سيمينار صغير وقلت لهم خلينا نحلل. أذكر واحدة من الأستاذات وهي أستاذتنا قديرة وأستاذتنا اللي درستنا، قالت خالد أنت إيش ده سوي؟ أنت ده تريد تحل الرسائل وطاريحة شف عليها الوردي وشف عليها الطاهر وشف عليها كذا، من أنت مقابل هؤلاء؟ فكان واحدة من الحجج إنه يريدون أني أوقفها. فأنا بالحقيقة كان بوقتها يعني كنت شوية لازالت عندي روح قوية بالشراسة، قلت لها دكتورة هذه هي السلفية اللي مقبولة بالدين لكن ما مقبولة بالعلم، السلفية التي تقول من قبلنا هم أفضل منا، رغم انه فعلا اكتشفناهم افضل من عندنا. قلت لها اللي تقول افضل من عندنا وبالتالي انه عندنا الصحابه والتابعون وتابعوه التابعون، هذه السلفيه اللي موجوده في كل الطوائف الاسلاميه اللي تؤكد على انه هؤلاء الاشخاص غير قابلين للنقد. احنا بالحقيقه اذا نقلنا هذا المفهوم للدراسات العليا ولما انتجناه من بحوث وطينا قداسه لرسائلنا واطاريحنا راح نسبب لنفسنا ندخلنا بمأزق او نطلع خارج التاريخ. القضية الثانية الله أذكر الله يرحمه الدكتور واحد من أساتذتنا قال لي خالد أنت دا تشتغل ودا تريد تطلع كل اللي أكلناه الخبز حرام. الله يرحمه، حكيت يعني هو من أساتذتنا بالحقيقة اللي هم له فضل كبير جدا علينا، فقلت له فعلا دكتور أبو ما هنطلع حرام. الفكرة إنه إحنا خلينا نصير غبار، خلينا نسوي صوت وهذا وخلي الآخرين يفكرون، فخلي كليتنا نبحث ونبحث عن إجابات. فأنا أعتقد أنه مجرد إثارة الموضوع هو كافية والتحليلات موجودة أمامكم. أنا ما أريد أزعجكم، شكرا جزيلا طبعا دكتور محمود حقيقة متفضل حضوره معانا، وأنا حقيقة دعيته بنفسي وشكرا لأنه لبى دعوتي، لأن أنا أعتقد هذا الموضوع يهمه سواء كعميد أو كأستاذ في الجامعة. شكرا جزيلا دكتور محمود على سؤالك. دكتور محمد شكرا جزيلا دكتور خالد. عندنا ايضا مداخله من الاستاذ احمد الناصري، تفضل استاذ احمد. استاذ احمد تفضل. استاذ احمد، استاذ احمد موجود ويانا من فضلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. العفو، وياكم دكتور احمد الانصاري. احمد جعفر صادق. انا طبعا من افتخر انه من خريجي قسم الاجتماع جامعه بغداد مرحله البكالوريوس والماجستير، وبعض الاخوان ربما يعرفوني او البعض ربما ناسيني. احمد شنو احمد اسمك ثنائي دكتور احمد؟ أحمد جعفر صادق الأنصاري. جعفر صادق، بلي موجود بالقناة عندي. بلي، أنا حاليا تدريسي في جامعة الكوفة، وعدت من الولايات المتحدة قبل فترة، كملت الـ PhD Anthropology بجامعة Southern Illinois University بأمريكا. يا هلا بيك، وشرفتنا. الله يبارك فيكم، أنا أعتز وأشرف بكم جميعا. أنا أشكر دكتور خالد شكر جزيل لما أثاره في هذا الموضوع، حقيقة نقاط مهمة جدا ونحتاج أنه نقف عليها، ونحتاج أنه نبحث ما قبلها وما بعدها أيضا. المشكلة أنه التعليم العالي بالعراق لا زال مرتبط بوزارة، وزارة التعليم العالي، واللي هي أعتقد منه وجهة نظر القاصرة أنه هي لها أثر سلبي على الجامعات أو على نهوض الجامعات، لأنه لا زالت الوزارة هي تجر الجامعات باتجاه لو تتحرر الجامعات من الوزارة يكون أفضل. هذا رأيي أنا الشخصي. يعني تلاحظ لما تروح الوزارة، ومن رحت أشتغل بالمعادلة، أنه أكو جهل بالعلوم الاجتماعية. يعني من رحت أقدم معادلتي ما يعرفون، واحد يقول لي روح لشعبة العلوم الإنسانية، واحد يقول لي روح شعبة العلوم الاجتماعية. ما حد يعرف أنه خريج الاجتماع أو الأنثروبولوجي هو تحت أي حقل، يعني إنسانية لو اجتماعية. وظليت يعني أكثر من ساعة أفتر بالطابق إلى أن بعدين واحد منهم قال لي لا تعال هنا شغلتك. فهاي تعكس حالة من الجهل المرعب يعني اللي قادم من الوزارة. القضية الأخرى أنه
البارحة كنا أتحدث مع دكتور حميد الهاشمي على أهمية جمعية العلوم الاجتماعية، كان طرح هو بالفيسبوك طرح أيضا جميل، أنه إحنا مع الأسف السوسيولوجيين والأنثروبولوجيين اللي بالعراق ما مدى نشتغل بروح الفريق، يعني هذا الخلاف وهذا أحيانا التقاطع بالمصالح يعني أهدر الكثير من طاقتنا. يعني لما كانت جمعية العلوم الاجتماعية كان مجلات محكمة، كنا نكتب ونصدر نطلع نتاجات مفيدة وتخدم البحث العلمي ويستفيدون من عدها طلبتنا بالإشراف وبالسايتيشن، وممكن يعني تساهم في تقدم العلوم أقول الاجتماعية، بالرغم أنه الوزارة يسموها الإنسانية، سواء كان الأنثروبولوجي أو السوسيولوجي أو السوشيال وركر لخدمة الاجتماعية. فنحتاج أعتقد أنه واحدة من أهم الأمور اللي ممكن تساعد أنه في تصحيح المشاكل أنه نرجع للجمعية ونرجع إلى روح الفريق، بحيث كلنا على مستوى القطر يعني من الشمال إلى الجنوب نشتغل بروح الفريق حتى نقدر نحصل على مجال كافي، لأنه الوزارة على مستوى البعثات وعلى مستوى الإجازات الدراسية وعلى مستوى الزمالات يعني جدا ضيقت المجال على العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية إلى مرحلة يعني أكاد أنه طلعتنا من الخطة. يعني أنا أذكر أحد الوزراء في يوم من الأيام حكى بالتلفزيون صراحة قال أنه إحنا نشتغل على أنه نبعد الطلبة عن العلوم الإنسانية، لأنه نعتقد أنه العلوم الإنسانية فشيء يعني غير مفيد. يعني تخيل لما يكون طرح الوزارة بهالمنطق. يعني طبعا ما أقصد الوزارة الحالية، فتحدث عن قضية لا يعني موجود مستمر دكتور لك بلي بلي. فيعني هاي واحدة من مشاكلنا. القضية الأخرى على حكى الدكتور على قضية الاقتباس والسايتيشن والكذا، عندنا مشكلة أنه ما أعرف يسموها عقدة الخواجة، ما أعرف شو يسموها، يعني إحنا نقلل من قيمة عملنا وجهدنا بصالح الآخر. يعني المجلات الأجنبية هي نهضت وصارت مجلات رصينة وصار لها امباكت فاكتور بواسطة أنه الباحثين الأجانب هم ينشرون بها، في حين احنا نضعف مجلاتنا ونروح وين ننشر بالمجلات الأجنبية أو العربية ونرفع الامباكت فاكتور مال هذيك المجلات الأجنبية والعربية العفو، وننزل مجلاتنا ونضعفها وبعض المجلات مو بس هاي، نقلنا حتى مؤتمراتنا إلى خارج العراق رحم الله والديك. زين حتى لا اسمع بعض المجلات بدأت تنغلق، يعني بدأوا يعني توقف اصدارها لانه ماكو دعم لها، لان مجله قتاداب زين بعد قويه دكتور الحمد لله. نعم بلى دكتور. فاعتقد انه دكتور خالد مشكورا اليوم اشار الى قضايا مهمه جدا نحتاج انه نقف عندها، واني يعني ايضا حبيت انه اضيف الى ما قدم الدكتور. حقيقة لما طلعت للخارج وشفت الطريقة اللي يدرسون بها بالولايات المتحدة وشفت طريقة البحث وطريقة الكتابة وطريقة الدراسات العليا، يعني شعرت انه احنا بعيدين جدا ويرادلنا يعني نركض بسرعة دبل، يعني زي سرعتنا يا دوب يعني نلحق او ما نلحق. ف نحتاج ارجع واقول نشتغل بروح الفريق يعني هذه اهم نقطه يعني. وشكرا اسف للاطاله. لا بالعكس دكتور، شكرا جزيلا. دكتور محمد اجاوب. تفضل دكتور. تفضل. عفوا دكتور، يعني دكتور احمد الانصاري شكرا جزيلا ان اشتركت ويانا، وحقيقه انا سعيد تعرفت فيك، انت جاري مو بعيد عني يعني يبدو، لان كليتك قريب عن بيتي. الحقيقه انه
دكتور خالد تفضل. اوكي اسف جدا بس الظاهر يعني هاي مشكله ضعيف جدا. طبعا هم مره ثانيه اقول مرحبا بكم في العراق، وهذه واحده من هموم البحث انه النت 24 ساعه ضافي. طبعا انا شوف الدكتوره فريده دخلت وياي، دخلت وده تقول انه ما نسمع صوت دكتور خالد. دكتوره فريده عاشت وياي هاي الفتره مال فتره وهي كانت حقيقه رئيسه الفريق مالتنا، انه كنا نحاول، هي كانت رئيسه قسم في وقتها، وكنا نحاول نفتتح كليه علوم اجتماعيه، وتتذكر الازمه مالتها الحقيقه الجمعيه ايضا حاولنا نعيدها، ودكتور رسول ايضا يانا وهو كان ايضا يقود العمليه، وبالحقيقه انه احنا لا زالت محاولات تمر. المشكله انه احنا المعاملات الورقيه هوايه، والمشكله عندنا كبيره جدا. فاعتقد انه احنا ماشيين بالطريق، بس احنا ماشيين مثل السحليه، ده نمشي بشكل بطيء جدا، وفعلا محتاجين انه، لان اليوم عقل الفريق هو الاساس في اي عمل ممكن يقوم تقوم باي جامعه. فاشكر دكتور الانصاري حقيقه جزيل الشكر على مداخلته. دكتور محمد تفضل. عفوا منو اللي يحب. طيب دكتور، عندنا ايضا مداخله من دكتور علي طاهر. تفضل دكتور علي عزيزي. السلام عليكم، اتمنى تكونون بألف خير. شكرا جزيلا دكتور خالد على هذه المحاضره القيمه. بالحقيقه انا اريد اشير بسرعه الى ثلاثه نقاط. النقطه الاولى اشار لها الدكتور محمود القيسي بخصوص عدم اشراف الاساتذه الاختصاص، يعني في كل قسم من اقسامنا بكليه الاداب واختصاص اختصاصات متنوعة، فلا يعقل فعلا أن يشرف أستاذ يعني في غير الاختصاص على طالب من اختصاص آخر. يعني هذه أرجو أن يصار بها إلى قرار داخلي في كلية الآداب حتى نحل هذه المشكلة اللي هي في الحقيقة يعني باتت مزعجة. هاي أولا. اثنين، بخصوص يعني الاقتباسات من الأساتذة، واحدة من المشكلات أنه أساتذتنا بشكل عام قليلي التأليف في مجال الكتب، يعني الكتب المنهجية واللي موجودة بالمكتبات وإلى آخره، والطالب بشكل عام يحتاج إلى أن يجد المصادر بسهولة يعني قدر الإمكان. واحدة من القرارات اللي ممكن أن نتخذها هسه على مستوى مثلا اقسام علم الاجتماع في كل العراق، او قسم علم الاجتماع فقط داخل الكليه، او يعني الاختصاصات الاخرى كذلك، انه نلزم بقرار من عندنا داخلي ايضا في كليه الاداب انه الاساتذه بحوثهم للترقيه، بحوث الترقيه مالتهم على اقل التقادير تكون متوفره الكترونيا على صفحه الـ يعني الكليه في يعني موقع جامعه بغداد، او بطريقه اخرى الكترونيا تكون متوفره، يعني حتى الطلاب يكونون يعني قادرين على الوصول اليها. بالحقيقه حتى هذه البحوث غير متوفره الكترونيا، ومن الصعب ان يعني نبحث عنها بالإنترنت مثلاً ونشوف أساتذتنا ما الذي أنتجوه طوال مسيرتهم العلمية. هذا الشغلة الثانية. والشغلة الثالثة أيضاً بخصوص المسافة الزمنية تكلم عنها دكتور خالد، المصادر اللي يعتمدوها الطلاب على الأقل في اختصاص علم الاجتماع اللي هو اختصاصي، أنا أجزم بأنه يعني الاعتماد على المصادر القديمة هو يعني عملية من الناحية العلمية فيها إشكالات كثيرة. ربما في اختصاص التاريخ مثلا ممكن أنه واحد، أو الفلسفة ممكن أن واحد يعتمد على يعني مؤلفات قديمة. أيضا ممكن أن نتخذ بإجراء داخلي على مستوى الكلية أن نلزم الطلاب بأن يعني يعتمدوا في اقتباساتهم في مصادرهم على المصادر الحديثة، ونخلي فد نسبة معينة من المصادر درجة القديمة، أو درجة، أو يعني نخلي أيضا مسافة زمنية، نقول لهم يابا من 2000 ومثلا 10 فما بعد أنتم مصادر 80% من المصادر مالتكم تكون مثلا في هذه المسافة الزمنية. شكرا جزيلا دكتور خالد. شكرا دكتور علي. شكرا جزيلا للجميع. شكرا دكتور علي. حقيقة يعني علاوي أخوي أخي وصديقي اللي أحبه كل شوية علاوي، عدة تأليفات كثيرة. فعلا أنه إحنا عندنا مشكلة بالتجاوز بالاختصاص. يعني أنا ممكن السيد العميد ممكن بشكل بسيط جدا أنه
من جينا هسه انا كنت معاون المحاضرات اشوفها يعني اكو مثلا عنده 6 و7 وحده بس بعد كلها متنوعه وممكن انه الزم بمجلس كليه انه اشوف اختصاص الدقيق مال الاستاذ مع اختصاص الرساله هو اللي راح يشوف عليها شافوا غيرها وكذا وهذه وممكن ندخلها ومجلس كليه يتخذها قرار بس هي المشكله تجي تنطبق باللجنه العلميه واللجنه العلميه دائما يوزعون رايهم بعدين يوزعون للاخرين وان شتريس قسم مذكر هالعمليه فبالحقيقه مرات انه حتى اكو عندنا يعني كل اكثر من ملائم 10 يعني بعض الاحيان انه صار يقمز من شرف اختصاص اختصاص يوم يكتب اختصاص كذا ويوم يكتب اختصاص ذلك شوفه مثلا انه دخل اختصاصات يعني انا اذكر من ربط قاعده بيانات وكانت عندنا سكرتنا زينب مسوي القاعده البيانات من ضمن اختصاص الاستاذ ومشهور ايضا على موقع بيت الاداره لقيت احد الاساتذه او حتى رسالات مكاتبه امامها اربع اختصاصات وبياناتهم سلاش 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 رحت اخر شيء طلعت رساله والاطروحه مالتها والبحوثها وقلت لها حددي واحد حددت لي واحد كنسلت الثلاث الاخرين مراجع بولان من اختصاص عامل اختصاص عام اخر يعني طلع اختصاص علم اجتماع اختصاص خدمه من اختصاص خدمه اختصاص البودي بالحقيقه وهذا كله سبب قضيه الاشراف لان يعني بالحقيقه وهذه يعني سيد العميد انا وزملاء كلهم يعرفوها يعني احنا نعتبر يعني زملائنا يعتبرون التدريس بالعليا والاشراف بالعليا هو امتياز او هو خلينا نقول فالتميز عن الاخرين لذلك بالحقيقه القتال على التدريس العليا والاشراف العليا يدخلنا بمشاكل كثيره جدا يعني هو لو نبدي لو نصحح هذه القضيه راح نصحح الكثير الحقيقه التاليف يعني هو اي اشكال ممكن تسويها الوزاره الزاما يعني في كل ترقية لازم يكون عنده كتاب ببساطة يعني مو عنده مثلا من المدرس لا أستاذ مستعد على الأقل عنده بحوث لازم يكون واحد مثل كتاب وبتخصص اللي هو رايح عليه وبشكل أنا أضمن إنه هو على الأقل يلف له كتابين أو ثلاثة وممكن نسويها الوزارة بقرار بسيط جدا وهذا قرار ما يحتاج واحد نص ساعة بس يكون عندهم قواعد بيانات الشغل المسار الزمني الحقيقة القديم فعلا إشكال وكان كبير جدا هو شفنا عن قضيه علي شفنا قضيه كلش مهمه انا ما تحكيها كلها يعني بالحقيقه طلابنا كانوا يسرقون سبقا من النت من هسه الان صارت عندنا برامج انترنت وعفوا هذا الجارزم وكشف الاقتباسات الطلاب لو يتجهون الان يسرقون من الكتب المؤلفه اللي هي ما موجوده اونلاين بهالشكل راح يدخلون بالسليم وبالتالي ما راح يكون عندهم مشاكل ما يكشفون لكن من ياخذ من النت ويسرق من النت بسهوله فبالحقيقه هي العمليه في بعض الاحيان الاقتباس او ما نسميه بالاستلال هو جزء من هي ساهم في انه ناخذ من هذه الكتب القديمه يعني هسه اليوم انت اذا اخذت مثلا من كتاب عمره 40 سنه او 50 سنه لو يجيك 100 برنامج بالجارز ما راح يكتشف انه انت سارق لو مو سارق وده يصير عندنا يعني البارحه واحد من زملائنا دكتور عندنا في احد الوزارات قال لي اقول لك دكتور خالد بتخصص معين انه طالب اكتشف انه رسالته انسرقت مرتين واثنين اساتذه الفوا بحوث بفصول من رسالته قلت له خلي ناقش وبعدين تعال خلي يجيني وممكن نبدا نكشف القضيه يقول لي يستحي فبالحقيقه عندنا مشكله كلش كبيره في الموضوع هو مجرد اثارته هذا بس شو تسوي يعني هي تبقى وهذه بالمناسبه هذه القضيه ليست عراقيه فقط وانما هي عالميه وموجوده في كل مكان يعني احنا بين فتره وفتره نسمع في البلد الفلاني وفي البلد الفلاني اكتشف وزيره الفلانيه استقالت بسبب انه هي مختبسه معرف من مصدر او سارقه من مصدر فهي بالحقيقه مشكله عالميه تفضل دكتور خالد. بلي دكتور حبيبي. نعم معك. ممكن السؤال الآخر دكتور القادم. أحد عنده بعد سؤال دكتور ولا ننهي؟
استاذ محمد تسمعني؟ دكتور سؤال من دكتور رسول المطلق، تفضل دكتور رسول. هلا دكتور رسول. دكتور رسول تفضل. دكتور رسول. دكتور رسول تفضل. يبدو انه خرج من البرنامج. اوكي دكتور شو من بعد؟ يعني حاليا ماكو اي سؤال. دكتور اذا نختم دكتور، اهم صار لنا ساعتين تقريبا، ساعتين. طيب تفضل دكتور. ها دكتور محمد. دكتور خالد لا يوجد اي تساؤل حاليا، ممكن تختم. خلاص تفضل. اوكي حقيقة مرة ثانية يعني أشكر دكتور محمد، وحقيقة أنا هم أشكر سيد العميد بإشادته دكتور محمد وجهده المتواصل، وبالحقيقة هو اللي وقفنا على أقدامنا ونحن معزولون في بيوتنا. الحقيقة شكرا جزيل الشكر أولا إليه، وشكرا لعمات الكلية أنه تعطينا هذه الفرصة، شكرا لكل زملاء اللي حضروا. ومرة ثانية أقول في كلمة يعني ختامية، إنه هذا اللي أنا سويته هو محاولة، وهذه المحاولة معدي قد أكون أخطأت أو أصبت، لكن هذه محاولة وأعتقد هي خطوة لأن نقف ونتذكر ما قمنا به ونحلله. وهو مرة ثانية أقول إنه هذا هو نموذج ممكن يعتمد في أي تخصص من التخصصات الموجودة في كليتنا، فهي فرصة للجميع حتى إنه ممكن يقومون بالبحثين يعني بالحقيقة 2 منشورات في مجلة كلية آداب، وممكن الرجوع إلهن، وعناوينهم مثل ما شفتوا قبل شوية مصادر البحث السوسيولوجي منشور 2018 حسب ما أتذكر أو 17، والآخر اللي هو نتاج البحثي لعلم الاجتماع الأم هو موجود أيضا في مجلة كلية الآداب، وايضا منشور في نفس الفتره 18 او 17. فبالحقيقه البحثين موجودات اثنينهم، وممكن اي واحد يراجعهم ويشوفهم. اللي قدمت انا هنا شوي حدثت بيانات ضفت دخلت عام 2019، فهو نموذج ممكن يقتدى به لكل التخصصات ونكشف المسكوت عنه، وخلي نشتغل واحنا اليوم قاعدين ما عندنا شيء، خلينا نشتغل وعسى انه نقدم في شيء لنا وزملائنا. مره ثانيه اشكر الجميع وشكرا جزيلا لكم جميعا.